الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في ركابهم إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب في البداية أن أرحب في هذه الجلسة العلمية التي تندرج في إطار مناقشة أطروحة الدكتوراه تقدمت بها المترشحة دنيا زدرة. قلت أحب أن أرحب بالحضور الكريم وأخص بالذكر لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عيسى مومني من جامعة قسنطينة، من جامعة الإخوة منتوري. والأستاذ عيسى مومني يعني هو ابن هذه المدينة ودرس في جامعة جامعة، له العديد من الإصدارات والمؤلفات العلمية. مرحبا بك أخي وصديقي الأستاذ الدكتور عيسى مومني. أرحب أيضا بأستاذ صارت أو يعرف جامعة جيدا وتعرفه من خلال حضوره المتميز الأستاذ يوسف منصر. مرحبا بك سيدي. أرحب أيضا بزميلي الدكتور سويلح قاشي، وأرحب بالزميلة أيضا الدكتورة سوسي أسماء. أرحب بصاحبتي الفضلي الأستاذة الدكتورة فريدة زرقين، وهي المشرف والمقرر على هذه الأطروحة. أرحب بالطالبة المترشحة دنيا زدادرة وبأهلها. لا أنسى أن أرحب أيضا بالسيد عميد كلية الآداب واللغات وحرصه وحضوره الدائم لإنجاح هذه الجلسات العلمية. مرحبا بالجميع في هذه الجلسة العلمية والتي نفتتحها بإعطاء الكلمة لأستاذتنا أستاذة البلاغة الأستاذة الفاضلة الأستاذة المشرفة الأستاذة الدكتورة فريدة زرقين. تفضلي الأستاذة. شكرا سيد الرئيس. الحمد لله الذي نظن به خيرا فيكرمنا بأفضل مما ظننا به. طبعا كلمتي لا أطيل فيها. أرحب بالأستاذين الكريمين اللذين أتيا من بعيد، وأشيد بمشاركاتهما دائما في مثل هذه الجلسات العلمية، وأثني بالأساتذة أبناء هذه الجامعة. كما لا أنسى أن أرحب بعميد كلية الآداب واللغات وشرفنا بحضوره، وكذلك أهل طالبة وأصدقائها، وأيضا أشكرها على أن فتحت لنا هذه الجلسة للتقويم والإثراء. تقدمت الطالبة بأطروحة معنونة بحجاجية المثل في القرآن الكريم نماذج مختارة. وإذا عدنا إلى سيرتها الذاتية أو العلمية فهي من مواليد 1989 بولاية جالمة. تحصلت على شهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة في عام 2008. التحقت بالجامعة جامعة جالمة 1945 كلية آداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي، وتحصلت على شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي عام 2012. نجحت في السنة نفسها بمسابقة الماجستير وأكملت مشوارها أو أتمت مشوارها الدراسي، وتحصلت على شهادة الماجستير تخصص علوم اللسان في عام 2016. بعد مناقشتها لمذكرة بعنوان المجاز وأثره في انسجام النص، دراسة تطبيقية في ديوان في البدء كان أوراس لعز الدين مهوبي، لتسجل بعدها بعام واحد في الدكتوراه علوم أطروحة بعنوان دكتوراه علوم يعني ليست ألم دي بعنوان حجاجية المثل في القرآن الكريم نماذج مختارة، وهي الآن بصدد المناقشة. بالنسبة لنشاطاتها، درست أستاذة مؤقتة بجامعة عربي بالمهيدي أم البواقي بين سنة 2017 و 2018،
بين سنتي 2017 و 2018 و 2019. كما درست بجامعة ثامن ماي 45 جامعة سنة أو لو فضل عام 2018 ولغاية 2019 حتى 20، ولها أعمال قليلة مثل مقال منشور بعنوان حجاجية المفردة في القرآن الكريم، دراسة تطبيقية في نماذج مختارة، وهي الآن ماثلة بين يدي لجنة تقوم عملها وتسريه، ونتمنى لها النجاح. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة على هذا التقديم، كان بإيجاز. الآن الكلمة للمترشحة تقدم لنا ملخص العمل، ملخص الأطروحة في حدود ربع ساعة، في حدود ربع ساعة أو 20 دقيقة. تفضلي طالبة دنيا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عظيم الشأن، شديد السلطان، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعانني ووفقني لإنجاز هذه الأطروحة، ويجب لي في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة الدكتورة فريدة زردين على كل المجهودات التي بذلتها في سبيل إنجاز هذه الأطروحة. كما أتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقراءتهم هذه الأطروحة وقبول مناقشتها، على رأسهم رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور صالح طواهري، والدكتور سويلح قاشي، والأستاذ الدكتور عيسى مومني، والأستاذ الدكتور يوسف منصر، والدكتورة أسماء سوسي. أشكرهم جميعا. ملخص المذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل القرآن الكريم للناس كافة وخاطب عقولا تتباين في أنماط تفكيرها وقدرتها على الفهم والاستيعاب، وخاطب نفوسا تتنوع أهواؤها وتختلف مشاربها، واستطاع مع ذلك النفاذ إلى عواطف الناس وعقولهم وقلوبهم، وتمكن من إصلاح نفوسهم وتغيير حياتهم بعدما سيطر عليها الجهل وأحاط بها الظلام من كل مكان. وقد استخدم في سبيل تحقيق ذلك جملة من الوسائل والآليات الحجاجية التي تدفع بالمتلقي إلى التأثر والإقناع، وبالنتيجة التسليم والإذعان. لذلك فقد جاء هذا الخطاب حافلا بكافة أنواع الحجاج وأساليب الإقناع التي تكفل له تحقيق أهدافه ومقاصده، ويعد أسلوب ضرب المثل من أهمها وأبرزها، وهو من الأساليب المعروفة والمتداولة منذ القدم، سواء عند العرب أو غيرهم من شعوب العالم. وقد أكثر القرآن الكريم استعماله لما له من قدرة على تصوير المعاني الدقيقة والحالات الغامضة تصويرا نكاد نلمس معالمه، حيث جاء كل مثل من أمثال القرآن الكريم يشرح حقيقة من حقائق الكون، أو ضربا من عجائب الطبيعة، أو حجة دامغة لإثبات أمر انصرف عن إدراكه كثير من الناس. وقد جاءت هذه الدراسة الموسومة بحجاجية المثل في القرآن الكريم نماذج مختارة، والتي نسعى من خلالها إلى الكشف عن البعد الحجاجي للمثل القرآني من خلال إبراز أهم الوسائل التي ارتكز عليها لإقناع المتلقي والتأثير فيه. وقد حاولنا من خلالها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، أهمها: ما المقصود بالحجاج؟ ما نصيب القرآن الكريم منه بعامة والمثل القرآني بخاصة؟ أين يبرز الجانب الحجاجي في المثل القرآني؟ هل على مستوى ألفاظه؟ أم تركيبه؟ أم صوره؟ أم أنه يشملها جميعا؟ ما هي أهم الآليات الحجاجية التي اعتمدها المثل القرآني لإقناع المتلقي ودفعه إلى التسليم والإذعان لما يعرض عليه؟ وقد دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع مجموعة من الأسباب، أهمها أهمية الحجاج كونه موجودا تقريبا في كل عملية تبليغية، الوقوف على الأسرار والمضامين الحجاجية التي يتضمنها القرآن الكريم بعامة والمثل القرآني بخاصة،
وقد وقع اختيارنا على الأمثال بالتحديد لأن القرآن الكريم وظفها حججا لتبرير أفكار وإيضاح مقاصد، وبالتالي إقناع المتلقين وتوجيه سلوكهم الوجهة التي يرضاها. بالنسبة للدراسات السابقة والمتصلة بموضوع هذا البحث، فقد كان من أبرزها الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية بلاغية لمحمد حسين علي الصغير، والإشارة الجمالية في المثل القرآني لعشتار داود، وكذا التنغيم في الأمثال القرآنية، قراءة بلاغية، قراءة عفوا في بلاغة الخطاب لأسامة حيدر الديري. وهي دراسات على الرغم من اختلافها إلا أنها تصب في مصب واحد، وهو دراسة البعد الجمالي أو الجانب الجمالي والفني للمثل القرآني. ولا ننكر أننا استفدنا منها من هذه الدراسات نظرا إلى أن الجمال رافد من روافد الحجاج، إلا أن دراستنا تختلف عنها عنوانا وخطة ومنهجا وهدفا. اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى 4 فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة، حيث كانت المقدمة بمثابة الإطار العام للأطروحة، وجاء الفصل الأول موسوما بالحجاج والخطاب الحجاجي مفاهيم ومرتكزات. عرضنا فيه الجانب النظري لهذه النظرية، وعالجنا فيه مفهوم الحجاج انطلاقا من أهم نظريات الحجاج المعاصرة، دون أن ننسى جهود علماؤنا العرب المعاصرين محاولة منهم التأصيل لهذا المفهوم، معرجين على الخطاب الحجاجي مفهوم وخصائص وضوابط، لنصل في الأخير إلى أن الخطاب القرآني هو خطاب حجاجي بامتياز. أما الفصل الثاني فقد جاء معنونا بالمثل والمثل القرآني، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين. عالجنا في المبحث الأول المثل بعامة، مفهومه، أنواعه، خصائصه إلى غير ذلك. أما المبحث الثاني فقد خصصناه للمثل القرآني ودراسة كل ما يتعلق به، وجعلنا الفصل الثالث للحجاج البلاغي في المثل القرآني، تمحور الحديث فيه حول حجاجية الصورة في المثل القرآني، وقد سعينا من خلاله إلى الكشف عن فاعلية الحجاج بالصورة في المثل من خلال الوقوف عند كل من الصورة التشبيهية والتمثيلية وكذا الاستعارية، دون أن نغفل الإشارة إلى بعض الروافد البلاغية الأخرى كالمقابلة والالتفات والمجاز المرسل إلى غيرها من الصور البلاغية الأخرى. وخصصنا الفصل الرابع والأخير لدراسة الحجاج اللغوي في المثل القرآني، حيث قمنا بدراسة أهم الوسائل والآليات اللغوية التي ارتكزت عليها الأمثال القرآنية بغية الكشف عن مضامينها الخطابية وأبعادها الحجاجية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي القائم على وصف الظاهرة اللغوية موضوع الدراسة وتحليل الحجج المكونة لها بغية الوقوف على مضامينها الدلالية ومقاصدها الحجاجية. بالنسبة للمراجع فقد ارتكز البحث على مجموعة من المراجع، أهمها القرآن الكريم برواية ورش، والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لناصر مكارم الشيرازي، وتفسير التحرير والتنوير لمحمد طاهر بن عاشور، وكذا الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية لعبد الله سولة، وغيرها من الكتب العلمية التي أسهمت بشكل كبير في إنجاز هذا البحث والتأسيس له. بالنسبة للصعوبات فقد واكب إنجاز هذا البحث بعض الصعوبات، من أبرزها خصوصية القرآن الكريم التي تطلبت منا توخي كثيرا من الدقة والحذر في التعامل معه، كما فرضت علينا الاطلاع على كثير من كتب التفسير تفاديا للوقوع في خطأ تفسيره وتأويله، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعاننا ووفقنا في تجاوز كل هذه الصعوبات، فالحمد لله رب العالمين. بالنسبة لنتائج البحث فقد أفضت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها نظرية الحجاج في مفهومها العام تعنى بدراسة مختلف الوسائل والآليات، سواء كانت بلاغية أو لغوية أو منطقية أو غير ذلك، يستعملها المتكلم لإقناع المتلقي بفكرة معينة يحق له الاعتراض عليها أو قبولها أو مناقشته
فيها، مما يعني أن القاعدة الأولى التي يؤسس عليها هذا المفهوم هو نبذه للعنف والإكراه والإلزام ومناشدته للحرية والعقلنة والحوار. ارتبط مصطلح الحجاج عبر مساره التاريخي بمجموعة من المصطلحات الأخرى لطالما اعتبرت مرادفة له كالخطابة والجدل والاستدلال والإقناع عفوا، وقد تمكن البحث من وضع الفروق الدقيقة الفاصلة بينها. أسهم ثلة من الباحثين والدارسين العرب المعاصرين في تطوير الدرس الحجاجي العربي من خلال تطبيق أفكار هذه النظرية على العديد من النصوص التراثية، وقد مكنهم من ذلك ثقافتهم المستمدة من التراث العربي الأصيل، وكذا استفادتهم من الدراسات الغربية المعاصرة، مما يعني أن دراستهم تجمع بين الأصالة والمعاصرة. أثبتت الدراسة أن الخطاب القرآني هو خطاب حجاجي لأنه جاء بالأساس لتغيير وضع قائم باستخدام مختلف الوسائل والآليات الحجاجية ذات القدرة التأثيرية والإقناعية في المتلقي، وقد كان من أهمها أسلوب ضرب المثل. كشفت الدراسة أن المثل القرآني هو مثل يختلف اختلافا بينا عن المثل السائر الممثل مضربه بمورده، فهو مثل لا يستقيم حمله على المعنى اللغوي الذي هو الشبه والنظير، ولا على معنى الأمثال عند من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن الكريم أقوالا استعملت في على وجه التشبيه مضربها بموردها، وإنما هي أمثال من وقت نزولها ابتدعها الله سبحانه وتعالى من غير مورد سابق، كما أن بنيتها التركيبية تختلف اختلافا بينا عن المثل السائر. أثبتت الدراسة كذلك أن المثل القرآني هو مثل حجاجي، والحجاج فيه لا يقتصر على جانب معين من جوانبه، فهو موجود على مستوى ألفاظه وتركيبه وصوره، وقد يجمع المثل الواحد كل وسائل الإثارة والإقناع والتحاور. تعددت بطبع الأساليب والآليات الحجاجية التي ارتكز عليها المثل القرآني لرفع مستوى التبليغ والإقناع، حيث نجد منها ما هو بلاغي ومنها ما هو لغوي، وقد تضافرت هذه الأساليب بعضها ببعض، وإن كنا قد فصلنا بينها في البحث. تضافرت هذه الأساليب قلنا من أجل تحقيق غرض واحد وهو إقناع المتلقي والتأثير في سلوكه. كشفت الدراسة أن الأسطورة البلاغية أثراً كبيراً في تفعيل العملية الحجاجية، حيث تعمل على تعزيز حضور المتلقي من خلال لفت انتباهه وتنشيط خياله، ومن أهم الأساليب البلاغية التي طلعت بها الأمثال القرآنية أسلوب التمثيل، حيث حظي هذا اللون البلاغي بحصة الأسد في المثل القرآني، حيث جاءت أغلب الأمثال مؤسسة عليه، وذلك يعود إلى أهميته الكبيرة في تفعيل القدرة الإقناعية للخطاب من خلال تكثيفه للمعاني ونقلها من المجردات إلى المحسوسات والعكس. إلا أننا لا ننسى بعض الروافد البلاغية الأخرى والتي عزز حضورها القدرة الإقناعية للخطاب، من بينها التشبيه البسيط، هذا اللون البلاغي الذي ورد بشكل يعني قليل ويسير في المثل القرآني، إلا أن تأثيره في المتلقي كان كبيرا لاعتماده على خاصية القياس التي تدفع بالمتلقي إلى تأويل القول ومن ثم الوصول إلى النتيجة، فيكون بذلك أقنع نفسه بنفسه، إلى غير ذلك من الأساليب كالمقابلة والالتفات. كما تعددت الروابط الحجاجية وتنوعت في المثل القرآني بتعدد الأغراض التي يسبو المثل إلى تحقيقها، منها روابط جاءت لغرض التساوق كالفاء والواو ثم، وأخرى أفادت التعارض مثل بل لكن، وجاءت أخرى مدرجة للنتائج مثل إذن، وقد تجلت مهمتها في المثل القرآني على مستويين، مستوى أفقي نصي من خلال إسهامها في تحقيق ترابط وانسجام النص، ومستوى عمودي تداولي من خلال تنظيم وترتيب الحجج وفق سلمية تدريجية للوصول إلى نتيجة معينة. وظف المثل القرآني اختصار حولي أن تختصر يعني هذا خص قاعد اللخص. وظف المثل القرآني العديد
العديد من العوامل اللغوية الحجازية كالنفي والاستفهام والقصر وأسلوب الشرط، وهي عوامل على الرغم من اختلافها وتنوعها إلا أن هدفها واحد يكمن في حصر وتقييد الإمكانات الحجازية لقول ما وتوجيهه نحو نتيجة واحدة لتحقيق غرض حجازي مقصود إلى غير ذلك. وفي الأخير نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أنجزت بعض ما كانت تصبو إليه وحققت بعض ما رصدته من أهداف وأجابت عن الأسئلة التي طرحتها، ومع ذلك فإننا لا ندعي أننا أحطنا بالموضوع من جميع زواياه، لأن مجال البحث في المثل القرآني واسع وثري ومحاولة الإلمام بجميع جوانبه ليس بالأمر السهل، ولهذا فإن ما توصلنا إليه في هذا البحث لا يعد سوى محاولة من محاولات أخرى ممكنة لدراسة جوانب أخرى في المثل القرآني، ولذلك يبقى المجال مفتوحا أمام الباحثين حتى يوسعوا مجال البحث فيه ويحققوا أهدافا أخرى لم نتمكن من تحقيقها، والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا. شكرا، شكرا مترشحة دنيا الصدراء على هذا العرض وعلى هذا التقديم. المجال مفتوح أيضا للمناقشة الآن، ونبدأ على بركة الله في مناقشة هذا العمل. ربما تبدأ الدكتورة أسماء سوسي بتقديم قراءة في الأطروحة. تفضلي دكتورة. دكتورة أسماء تفضلي. شكرا سيد الرئيس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بادئ ببدء، لي عظيم الشرف أن أجانب ثلة من الأساتذة الأفاضل في هذا المحفل العلمي اليوم، كل باسمه ومقامه. الأساتذة الوافدين طبعا من خارج جامعتنا، أرحب بهم، الأستاذ الدكتور عيسى مومي والأستاذ الدكتور يوسف منصفة، حللتم سهلا لجامعتنا، الأستاذ صالح طواهري طبعا، والأستاذ أيضا صالح قاشي، وأنوه بأستاذتي الفاضلة التي كان لها فيما مضى ولا يزال فضلها علي أضعافا مضاعفة، لأنني كنت طالبة ولا أزال حتى اليوم طالبة لها، فأنا أتشرف بمجانبتها في هذا المحفل العلمي لأناقش إحدى طلبتها، وقد كنا بالأمس كذلك. طبعا أرحب أيضا بالطالبة المترشحة التي كان لها الفضل في أن تجمعنا في هذا المحفل العلمي المميز، أرحب بعائلتها وأصدقائها. دون أن أطيل، طبعا سجلت على المذكرة بعض الملاحظات، أشير إلى أنها لا تنقص من قيمتها العلمية بقدر ما توجه الطالبة أو تأخذ بيدها إلى التصحيح حتى توضع بين رفوف المكتبة على الصورة الأمثل وتعم الفائدة طبعا بين الطلبة، لأنها ستصبح مرجعا بعد ذلك للباحثين في هذا المجال لاستكمال نقائص الدراسة أو ما إلى ذلك. فأبدأ بالواجهة، أن النسخة التي أعطيت لي ربما الواجهة فيها بعض الأمور التي وجب أن تصحح، خاصة ما يتعلق بأسماء الأساتذة المناقشين. أن النسخة اللي عندي سقطت بعض الأسماء، ربما في أساتذة إذن أتجاوز هذا. أذهب مباشرة إلى المقدمة. طبعا على العموم المقدمة موضوعية إلى أبعد الحدود، التزمت فيها الطالبة بشروط العلمية لكتابة المقدمة والموضوعية، من التركيز على أهمية الموضوع، الهدف من اختيار هذا الموضوع، الأسباب الإشكالية وما إلى ذلك. فقط حينما تتحدث الطالبة عن الإشكالية، لاحظ أنه عادة ما الموضوع يصاغ في إشكالية محورية، بعد ذلك الطالبة تفرع هذه الإشكالية أو تفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الإشكاليات الفرعية ولا الجزئية أو ما إلى ذلك. حبذا لو تروح معي الطالبة للصفحة
من المقدمة. فأرى أنه الطالبة تقول قد حاولنا من خلالها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، أهمها ما المقصود بالحجاج، ما نصيب القرآن منه وما إلى ذلك. طبعا أي هذه الإشكاليات يمكن أن تكون إشكالية محورية، لأنه المفروض موضوع الأطروحة راه ينصب حسب وجهة نظري حول كيفية تجلي البعد الحجاجي للمثل في القرآن الكريم. من المفروض من منطلق مجموعة من الآليات توسلتها الطالبة على تنوعها، كما قالت بلاغية كانت أو لغوية أو ما إلى ذلك. طبعا أنتقل أو أبقى مع المقدمة وأنتقل للمنهج. المنهج الذي اعتمدته الباحثة في الدراسة هو المنهج الوصفي، طبعا القائم كما قالت على وصف الظاهرة اللغوية. أنا بعد تتبعي لأطروحة وقراءتها رأيت أن الطالبة توسلت بمنهج آخر يعظم نقدر نقول أو يجانب هذا المنهج، هو المنهج التداولي، خاصة في الجزء الأخير أو الفصل الرابع من المذكرة، لأنه وضفت فيه هذا المنهج طبعا في دراسة الأفعال الكلامية وما إلى ذلك، وهذا كله من صميم هذا المنهج. طبعا في المقدمة ممكن النسخة هذه عندي أنا سقطت فيه أيضا الإشارة أو غياب الحديث عن الفصل الثاني مباشرة صفحة جيم، رأيت أنها تحدث عن كل الفصول، الفصل الثاني فقط ما عليش لا بأس. الحقيقة الدراسة هي أنا نقدر نسمى إلى أبعد الحدود بكونها جيدة، تمس نصا من النصوص المقدسة التي تتعالى طبعا عن كل النصوص باعتبارها المصدر الأول والأساس لكل الدراسات التي جاءت فيما بعد. فالأولى المصحح حتى تبقى قيمة العمل العلمي. أذهب مباشرة إلى الفصل الأول. ربما أنا مش راح ناقش الطالبة من الناحية العلمية بقدر أو من الناحية الموضوعية بقدر ما سجلت ممكن بعض الملاحظات في أكثرها منهجية عموما. الفصل الأول طبعاً إحنا اعتدنا أنه طلبة في هذا المنحة منهجياً أي فصل يبدأ فيه الطالب بتوضيئة تمهيد، يضعنا طبعاً في صلب الموضوع، يتحدث أو يذكر مباحث هذا الموضوع تحقيقاً للربط، تحقيقاً للوصل نقول نهاية عنصر هي بداية عنصر آخر حتى لا نشعر القارئ بهذا الطفر المفاعف والقطع ممكن المفاجئ. وإن كنت قد يعني أشرت في فصول لاحقة لهذه البدايات، فقط أنا عندي خلت في الفصلين، الفصل الأول والثاني، حتى الثاني لم أجدك. ما أقصد تمهيد عن المباحث كلها، عن الموضوع تحطينا في إطار الموضوع مباشرة بمباحثه، بالتالي لابد أن نبدأ منهجيا بتوطئة أولا. تمهيد بعد ذلك نتناول المفهوم هكذا الطالبة مباشرة بمفهوم الحجاج. يعني هكذا جمتي على الموضوع. ممكن في بعض المفاهيم اللي سجلتها الطالبة وأنا سجلت ملاحظة حول مفهوم المثل عند علماء التفسير، ممكن ترجع لصفحة 67 لأني سجلت الصفحة مباشرة. طبعا الطالبة هنا تستعين ببيت شعري لكعب بن زهير، وأرى سقوط إحالته متنا وهامشا. لو نرجع
للهامش ما نلقاش الإحالة مباشرة، بالتالي لابد أن تعود الطالبة طبعا لهذا وتضع له مكانا في المتن علمي عليه بإحالة، حافظي على رقم الإحالة في الهامش. طبعا نرجع مباشرة للديوان للتهميش. ممكن ايضا الطالبه، انا اشكرها على العنايه بالنصوص القرانيه، على الشكل طبعا الجيد، على الاحاله للايات في المتن، لكن في بعض الاحيان نلاحظ انها تخلت على هذه الطريقه في بعض الصفحات، صفحه 72 ممكن ترجعي بها، وعندها معلومه تتعلق نفسها بيت شعري اخر ايضا سقطت منك الاحاله في هذا المجال. كعب بن زهير. الاصل في التهميش ان نرجو من الدواوي لان هي مصادر. أن يرجع دلالة هذا المصدر المفروض يكون ديوان ممكن. هزيته من مجمع الأمثال. ليش هي رجعت الزهري؟ إذا ممكن نضيف نقلا عن صفحة 69. أنا هنا استفسر فقط ولا أطلب من الطالبة أن تريد تنيرني. طبعا ورد لديها صفحة 69 من الفصل نفسه، ورد لديها قولها أن المثل قد ورد بمعاني عدة، قالت هي الحجة، هي البرهان، هي الدليل، طبعا وهي معاني قالت لا تنطوي أو تتقارب دلاليا لكنها تنطوي على فروق فاصلة، ليس كذلك؟ يا حبذا لو تشير الطالبة لهذه الفروق. في المثل نعم، هي المفروض خلاصة أو اتهام. هذه الأمثال عندما نفسرها في الكتب عندما نقرأها كل مثل نستطيع أن نقول بأن معنى المثل يحمل المعنى كذا، لازم نضفوه في سياق معين باش نحددوا المعنى. أحيانا يحمل معنى الصفة، مثلا عندما نقول مثل الجنة نقول هنا فسروها بصفة الجنة أو الخبر عنها. ومثلا في البرهان عندما احيانا يكون برهان مثل سيدنا ابراهيم عندما سئل على الامطار الذي حاز ابراهيم في ربي ان اتاه الله من امطار ابراهيم، هنا يبين بحجه يعني عقليه في على وجود الله على وحدانيه الله. وكذلك الشبه احيانا يحمل معنى الشبه، يعني كل سياق وكيف يفسره في كتب التفسير. جيد، فقط يعني هنا ممكن الطالبه تضيف عبارات تنطوي على فروق فاصله يحددها السياق الذي ترد فيه طبعا هذه المفرده، انه ممكن تنطوي على معنى البرهان، ممكن كما قلت الدليل، ممكن. انا قلت بعدما تحدثت على راي علماء التفسير قلت انهم فسروا تفسيرات عده بالشبه، والا ان بعضهم اضاف معنى القصه كذلك التي لها شان، يعني عنده عده تفسيرات. لا نستطيع ان فيما يتعلق او اذهب مباشره للفصل الثالث الحجاج البلاغي في المثل القراني. طبعا انا ضغط قراءتي تحليل الطالبة وتتبع الحجاج في صوره البلاغية خاصة فيما يتعلق بالصورة التمثيلية والاستعارية. الطالبة اعتمدت على جداول توضيحية في الفصول، يا حبذا لو الطالبة تخضع هذه الفصول طبعا عفوا هذه الجداول للترقيم التسلسلي والعنونة،
وقبل ما نجي للفهرس فهرس الموضوعات تخبر عن فهرس الجدولة أحسن هكذا، لأنها راهي تضيء حقيقة زوايا معينة بعد ما تشرحي هكذا وتستفيضي. الجدول أنا أعتبره رسما توضيحيا، يعني حينما أقرأ الجدول أفهم مباشرة ما تريدين قوله أو تحليله. فيما يتعلق بالفصل الرابع أو الحجاج التداولي في المثل القرآني، استثمرت الطالبة هذه النجمة للشروح طبعا، وكانت موثقة صفحة 216 عندي أنا بالضبط، صفحة 216 فقط هنايا باش يكون هذا الشرح موضوعي عودي فقط من المصدر ومن المرجع الذي أخذت عنه المعلومة مباشرة، خاصة أني سجلت المفردة مفردة الصر أو الصر ضم 216 صفحة 216. إلى الخاتمة، طبعا الخاتمة كانت مفصلة في ما حاولت الطالبة طبعا الإجابة عنه في هذه المحطات أو في هذه الفصول من البحث، لأنها طرحت مجموعة من الإشكاليات وحقيقة أجابت عن هذه الإشكاليات في الخاتمة. فصفحة 258 طبعا ممكن تقرأ لي الطالبة النتيجة قبل الأخيرة. إذا أشارت الأمثال القرآنية مصطلحات مادتها من العالم الطبيعي خاصة مجال الزراعة ومن الأمور المتعلمة، معلش متوقفوا، جاءت أغلب الأمثال القرآنية مستوحاة مادتها مستوحات ولا مستوحات مادتها، لا تحسين بثقل في التركيب، جاءت مادة أغلب الأمثال القرآنية مستوحاة كذا كذا، وهو من الأمور التي يشاهدها ويدركها كل القراءة، وهو من الأمور التي يشاهدها ويدركها المتلقون معلش هي لغتها يعني الجيدة إلى أبعد الحدود، يعني قلما تصيبت بعض من هذه الأخطاء، وهذا يحسب للطالبة، ونحن نتوخى في طلبة امتلاك ناصية اللغة، والطالبة كانت ممن امتلكوا حقيقة ناصية اللغة إلى أبعد حدود، فهي مشكورة على هذا. نروح مباشرة لقائمة المصادر والمراجع. أنا أقول للطالبة أن تعيد النظر فيما يتعلق بترتيب هذه المصادر والمراجع، معليش نشير خاصة في المصادر، مصادر عندنا المصدر رقم 10 و11 في معايا مباشرة، الحسن اليوسي هذا والحسن بن قاسم، وروحي معايا ال 12 و 14 الحسن بن الفضل أبو الحسين إسحاق إبراهيم، عندك هنا شوية خلخلات تم مصادر المفروض تتقدم لأنك رتبتي ألف بائيا، فقط هي وجهة نظر لأن المنهجية منهجيات، وأنت امتلكتي ناصيتها إلى أبعد حدود لأنك التزمتي منهجية سليمة من بداية الأطروحة إلى نهايتها. ممكن مدام قسمتي في المصادر والمراجع مصادر بعد ذلك المراجع عربية ومراجع مترجمة إلى ذلك، قدمي المراجع فقط باعتبارها أمة الكتب بعد المصادر، هي وجهة نظر ليس إلا، وأكتفي بهذا الزاد على أن أنوه أنه دراسة حقيقة جيدة، خاصة أنها أو أن الطالبة حاولت أن تضعنا أو تكشف لنا تجليات الحجاج في المثل القرآني في كثير من النصوص، طبعا حللت هذه النصوص تحليلا جيدا ما جعل شخصيتها العينية حاضرة
داخل المتن، وهذا هو المطلوب طبعا من طالب في هذا المستوى. امتلكت ناصية اللغة أيضا، المنهج هو الآخر، وظفته توظيفا سليما. وإن قلت فقط لم تشير إلى أنه جانبه المنهج التداولي طبعا، فنقدر نقول طبقت هذه الآليات على هذه النصوص واستنطقت حقيقة بعد الحجاج في هذه النصوص، فهي مشكورة طبعا، وأشيد بمجهودات الأستاذة الفاضلة وهي أستاذتنا جميعا، لأني سرت على خطى هذه النصائح وامتثلت لها في يوم من الأيام فأتت أكلها. فأنا أهنئ أستاذتي الفاضلة بهذا الإنجاز وأعيد الكلمة لرئيس الجلسة. شكرا دكتورة اسماء السوسي على هذه الملاحظات القيمة، وقد أشادت الأستاذة بعديد النقاط بدءا بلغة المترشحة والمنهج المتبع وموضوعية الطرح وغيرها من المسائل، ويبقى أنها قدمت ملاحظات نطلب من المترشحة أن تأخذ بهذه الملاحظات. شكرا لك دكتورة. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور يوسف منصور فليقدم قراءته ويناقش طالبة. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بدءاً بالسيد المحترم أستاذ الدكتور صالح طواري رئيس لجنة المناقشة، أستاذتي الفاضلة مشرفة على هذا العمل الجيد والحسن دكتورة فريدة الزرقين، زملائي أستاذ عيسى أستاذ صويلح والأستاذ أسماء، تشرفوا بمجالستكم جميعا في إطار فعاليات هذه المناقشات اليومية. دون أن أطيل أدخل مباشرة في مناقشة الطالب، كل عمل أكاديمي سواء كان مقالة علمية أو رسالة دكتوراه هي أحد شيئين، وإنها شيئان متلازمان، هي منهج ومعالجة. والطالبة اختارت موضوع حجاجية المثل في القرآن الكريم واصطنعت لنفسها منهجا على وفقه عالجت أو وفقه عالجت هذه الإشكالية. من حيث المنهج ليس لما أقوله ذلك أن الطالبة أو أن مذكرة الطالبة واضحة جدا من حيث منهجها، عناوينها فصولها خاتمتها مصادرها ومراجعها، بمعنى ليس هناك خلل كبير لهما ذكرته الأستاذة منذ قليل. من حيث المعالجة، من حيث التحليل ومناقشة موضوع المذكرة، ففيه ما يقال وموضوع يؤخذ ويرد فيه، وحق لموضوع كهذا أن يؤخذ ويرد فيه، لأننا لا نتناول بالتحليل قصيدة شعرية أو رواية أو أمثالا شعبية، نحن بصدد مناقشة ظاهرة في القرآن الكريم. وحينما نهم بتحليل ولو آية فلا أقول يجب أن نحذر ويجب أن لا نقرأ هذه الآية ونحللها، بل يجب أن نكون مستعدين لهذه المهمة. وهذا الاستعداد يتمثل في أن يحيط الطالب بأشياء كثيرة تخص النص القرآني قبل أن يعالج مسألة فيه. أقول لك هذا الكلام لماذا؟ لأن مسألة حجاجية المثل في القرآن الكريم مسألة واضحة ومحسومة بنص القرآن، وكملاحظة أعطيها لك في البداية، من حيث المعالجة كما ذكرت لك، لو عالجت حجاجية المثل القرآن حجاجية المثل في القرآن الكريم في إطار القرآن الكريم وفي إطار ما ذكره القرآن الكريم،
وفي إطار السياقات القرآنية. كيف ذلك؟ مثلا ذكرت في المذكرة أن المثل يضرب للإقناع والحجة بكذا وكذا وكذا. في الوقت الذي حينما نقرأ القرآن الكريم يحدد هو بنفسه الغاية لضرب المثل. فلماذا نبحث عن غاية أخرى خارج النص القرآني وهو يحدد الغاية منها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذه غاية أولى. الغاية الثانية، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والآية الثالثة، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هذه غاية ثلاثة، ولا يجب أن نبحث عن غايات أخرى خارج هذه الغاية التي حددها القرآن الكريم في حد ذاته. حتى لا أتناقض مع كلامي، حتى لا أقول شيء وأتناقض شيء، ما سأقوله لكن يؤكد هذا الكلام. الشيء الآخر، أسألك سؤالا، لماذا قلت التصدي لدراسة القرآن الكريم يجب أن تكون منطلقتنا واضحة من البداية، ومن خصائص النص القرآني في حد ذاته، ومن خصائص الرسالة السماوية في حد ذاتها. هل تعتقدين أن الله عز وجل، أن المولى تبارك وتعالى بحاجة إلى أن يقنع البشر؟ هل يستقيم هذا عقلا؟ هل المولى عز وجل بحاجة إلى أن يقنع الإنسان؟ في حديث القدسي، لو اجتمعتم على أقصى قلب رجل واحد لما زاد في ملكه شيئا، ولو اجتمع عيسكم وجلكم على أدقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه شيئا. وقوله عز وجل إن هي إلا أعمالكم وفيها إليكم. الله ليس بحاجة لأن يقنعنا. أنا أعطيك هذه المقدمات حتى أصل إلى ما أعتبره أنا هنا أحاول أن أفتح لرسالتك آفاقا أخرى، ليس في إطار لماذا قلت كالمعالجة فيها ما فيها. وحق لموضوعك هذا أن يختلف فيه الناس، ومنذ أن كان للمسلمين عهد بتفسير القرآن إلا وهم مختلفون فيه. طيب، ما يترتب عن هذا ماذا؟ ما يترتب عن هذا أن ملمح الحجاجية في القرآن الكريم في سياقات معينة فقط. إذا سلمنا الغايات التي ذكرها المولى عز وجل من ضرب المثل، وسلمنا أنه ليس بحاجة لأن يقنعك إن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر، فأين الحجاجية؟ في الحجاجية حينما يلتقي بشر مع بشر، حينما يكون نبيون مع. ولكن حتى هذه الأمثلة، حتى هذه الأمثلة في تقديري لا تحمل طاقة حجاجية وإقناعية. لماذا؟ لأن الحاصل وما ذكره المفسرون أن الله عز وجل خلق الناس وأودع في الناس وفي الكون آيات، ما إن تأملوها وتدبروها لاهتدوا وهديناهم نجدين إما شاكرا وإما كفورا. بمعنى ماذا؟ أن الإقناع هو عملية تتم بين الإنسان وما يتأمله في الكون. بمعنى آخر، عوض أن نقول أن الله عز وجل يقنع البشر، فإنه وضع لهم أو أودع في نفسه، في نفوسهم، وأودع في الكون ما إن تأملوه لاقتنعوا واهتدوا. هنا أريدك أن نصحح الرؤية، أن نصحح الرؤية فقط أكثر من شيء آخر. أعطيك مثال، أنت ذكرت أن المفسرين ذكروا غايات ضرب المثل، ولا غاية من التي ذكروها تتصل بالإقناع. روحي معي الصفحة مثلاً، نعطيك مثال، روحي معي مثلاً ما قاله الزركشي، ما قاله الزركشي مثلاً صفحة، لحظة، ما ذكره الزركشي في صفحة 123، روحي صفحة 123. أغراض ضرب المثل 124، يعني يقول الزركشي قد استطاع أن يلخص
ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقريب وتقريب المراد للعقل، تقريب المراد وليس الإقناع، والتصوير في صورة المحسوس بحيث تكون نسبة العقل كنسبة المحسوس إلى الحس، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان التفاوت الأجر وعلى المدح والذم والثواب والعقاب والتفخيم والتحقير وما إلى ذلك. لا ذكر للإقناع والحجة، لا ذكر لها. الغرض منه، هل الغرض ان اقنع فلانا؟ ما اردت قوله في هذه الفكره بالذات، في هذه الفكره بالذات، ان الانسان في مواجهه الدليل والشاهد فاما ان يقتنع به واما لا يقتنع به. بمعنى اخر ان حجه الله على خلقه هي في انفسهم وفي ما خلق. نعم. عندما يقول استاذ التذكير والوعظ، لماذا يذكر؟ الهدف من ذلك التذكير؟ يذكر لان الانسان ينسى. وعندما يتذكر، نعم، يعني الاصل فيه ان يعود الى الطريق. نعم، عندما يتذكر سوف يعتذر. نعم، قد يستقيم ذلك، قد يستقيم ذلك، ولكن أنا أناقش على مستوى الرؤية بصفة عامة. هذه وجهة نظرك نحترمها على كل حال. طيب، لذلك فإن النص القرآني بصفة عامة هو دعوة، وهذا ما يختلف فيه اثنان، دعوة إلى التدبر وإعمال العقل. علماء البلاغة يقولون في 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 درس في في موضوع الخبر والإنشاء، في بعض الحالات قد يجادلك من هو ممكن من لا يعترف برأيك، فتخاطبه مخاطبة خالي الذهن، يعني وكأنه لا يعرف. لماذا؟ لأنه يقول لك في بعض الحالات هناك من الحقائق الواضحة ما لو تأملها بنفسه لتراجع وارتدع، وحده يقتنع، حقيقة واضحة. أتى القرآن الكريم يرشد الناس إلى طريق الحق، وبعث الله الرسل والأنبياء وأيدهم بالآيات أو الدليل. بعث الله الرسل والأنبياء وأيدهم بالآيات الدامغة التي إن تأملوها عادوا للطريق. نعم، تفضل تفضل. نعم، هو ليس من عند الله الا البشر مباشره. نعم، هو جاء بواسطه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سيواجه البشر بالقران. نعم، سيواجههم بهم كم ابلغ الناس. نعم، كانوا يتمعنون في اللغه ويدركونها. نعم، صحيح، يعني لابد من شيء يقنعهم. نعم، حتى اقنعهم بما اتاه الله اولا من بلاغه الكلام، وأقنعهم بما آتاه الله من آيات. موسى حينما ذهب إلى فرعون ذهب وقد أيده الله بمعجزات. نعم، لا لا لا، شوف الطريق. فقط أنا ما أردت أن أقوله لك في نهاية الأمر أن ملمح الحجاجية في القرآن الكريم في سياقات بعينها، في سياقات واضحة ودقيقة حينما يتواجه بشر مع بشر، ولا توجد حجاجية من المولى تبارك وتعالى إلى البشر بشكل مباشر. نعم، نعم، لا 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 لا، كان بشكل مباشر، ولكن أن نفهم فهم صعب، ضرب الله الأمثال للناس، هذا بشكل مباشر، ولكن على أن نفهم ما معنى أن يضرب الله الأمثال للناس؟ موجود بشكل مباشر، ولكن غايتها كما حددها القرآن في البداية. طيب، طبعا معالجتك لمسألة الحجاج والحجاجية المثل، أنت لا أقول لك الحق فيها، ولكن هذه وجهة نظرك التي أحترمها جدا جدا، واضح؟
لا انا في اطار لا ليس في اطار ان اخطئ واصوب، لا انا في اطار انني اتحاور معك صحتها فقط لا اقل. هذا لا ينقص من قيمه عملك شيئا. وعلى ذكر العمل ايضا، هناك ماده نظريه كثيفه الى حد الافراط. انت درتي فصل نظري ثم في كل فصل تطبيقي هناك مقدمه نظريه. الماده النظريه كثيره جدا، كثيره جدا، كثيرة جدا. يعني كان بإمكانك أن تنقصي منها في بعض المسائل. طيب، غير المادة النظرية، ثم أعطيك أمر آخر. في أنت ذكرت اللفظة التي تتردد كثيرا في سياق الأمثال، ما هي؟ أيضا الكيف. 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 وتقريبا كانت غائبة في تحليلك. لا يوجد سياق ضرب مثل إلا وكانت الكيف حاضرة. في بعض الحالات، يغيب لفظ ضرب ويغيب لفظ مثل وتحضر الكيف. أو كالذي مر على قرية، هذا مثل. ولا مش موجود لا ضرب ولا مثل كمثل. الكيف موجودة. أتعرفين ما أهميتها؟ لأن الكاف إذا حضرت بوصفها أداة تشبيه، فنحن نشبه شيء بشيء، يشبه بنية ببنية، يسقط بنية على بنية. وموضوعك هذا بالذات ربما الأستاذة تشاطرني رأي، لو قاربته مقاربة عرفانية لكان رائعا جدا جدا جدا. لماذا مقاربة عرفانية؟ لأن القرآن الكريم موجه إلى كل الناس، ليس إلى العرب فقط، موجه إلى الذهن البشري. وأنا كثيرا ما كنت أتساءل حينما يضرب الله مثلا يرتبط بالبيئة العربية، مثلا كمثل الكلب يتحمل عينه أو كالحمار، هل هذه الأمثلة هي يقصد بها العرب فقط؟ لو قلنا هذا لتناقضنا مع مبدأ إنسانية الرسالة، هي موجهة لكل الناس. بمعنى ماذا؟ أن العقل البشري من ناحية عرفانية مستعد لأن يتقبل مثل هذه التشبيهات والاستعارات وأن يفهمها جيدا. في مسألة البلاغة الجديدة، أنت اصطففت إلى جانب الذين يرون أن القدماء، أن البلاغة عند القدماء توقفت عند حدود النص الأدبي وحدود الجمالية والتفنن في الكلام والزخرفة، وهذا كلام أنا لا أشاطرك فيه وأخالف حتى الذين ذهبوا إلى ذلك. العرب كانت تدرك جيدا قيمة الكلمة، والشاعر حينما كان ينشئ قصيدة كان له منها غاية التأثير والإقناع. ثم يأتي المستوى القصد، نعم، ثم يأتي المستوى الجمالي، هذا ضروري، وإلا لما كان الشعر شعرا ولا ما كان أدبا. ولكن أن نقول أنهم اقتصروا في بلاغتهم أو في دراستهم للبلاغ على الجانب الجمال فقط، هذا ما أعطيك أمثلة. بعض مصطلحاتهم كإصابة المعنى وقوة المعنى، هذه عبارات بين قوسين تداولية، ليست محمولة على جمال الكلام وعلى رونقه وعلى زخرفه. كانوا يعون جيدا هذا البعد التداولي في الكلام، وليس فقط أنهم عالجوا المسألة بصفتها كلاما جميلا. ما فعله المحدثون أنهم خرجوا بالبلاغة من عباءة النص الأدبي إلى الشارع. البلاغة موجودة في الإشهار، موجودة في الحملات الانتخابية، موجودة في كلام الناس، وسمي بلاغة جديدة. الاقتباسات في الرسالة تقريبا في بعض السياقات كانت كثيرة جدا، بمعنى إلى درجة في بعض المواضع من الرسالة لا يبدو تحليلك واضحا من فرط الاستشهاد بآراء الآخر. هذا ليس عيبا، ولكن فقط هذا كان يغطي على شخصيتك فقط. هذا ما أردت أن أقول. شوفي معي صفحة 156 قبل أن أختم. نعم، مريض قليلا بالتالي لا أستطيع أن يتكلم الشخص، بالتالي ما قل ودا فقط.
الصفحة 156 و 157 هل هنا هنا في البيع وراي 156 طيب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تتكنى كل عبد لربها ويضرب الله مثل الناس لعلهم يتضرعون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة في هذه الآية أين مظهر الإقناع؟ من يقنع من؟ وبماذا يقنعه؟ ولأي غاية يقنعه؟ فهميني في هذا المثال فقط أنا عندي الأمثلة ولكن أتوقف معك على هذا المثال ما موضوع الإقناع هنا؟ ترغيب لا توقف ترغيب الترغيب هو الترهيب إذا نحن لسنا بصدد الإقناع حينما أنا أرى أن ترغيب الإنسان في شيء وترهيبه من شيء وإقلاعه شيء آخر ربما حثه على كذا أنا أفصل بين هذه الثلاثة بين إقناع وترغيب وترهيب يدفعه حينما يرغب فيه هناك جانب نفسي يعني ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هو مثل الذين ينفقون في سبيل الله كسنبلة هذا حث على الإنفاق وحث موجه لمن؟ للمسلمين للمؤمنين بمعنى أنهم سلموا بوحدانية الله وبأركان الإسلام والإيمان بما لا يدع مجال أن نقنعهم بهذا هل يستقيم أن نقنع من آمن وسلم بوحدانية الله؟ دخل على نفسي نعم كاين مثل هذا انه في يقرا آية هكذا قادر كان يرغب يدفعه الى فعل ذلك الشيء والله ممكن والله ممكن نعم ممكن طيب ربما حملنا مسألة الإقناع والمثل والحجة ربما نحملها محمل حتى تعود الناس إلى جادة الصواب ربما كانت الأمثلة القرآنية معالمة حتى يهتدي بها الناس إلى طريق الصواب ربما قد يكون هذا طيب بالنسبة للخاتمة الخاتمة أودعت فيها نتائج كثيرة منها ما بمعنى ما أصبح شيئا عاما وواضحا وموجودا في كل الكتب بمعنى ليس مكانه في الخاتمة أنت فقط تقيدي أو أثبتي ما توصلت إليه من نتائج من خلال معالجتك للموضوع حتى تكون الخاتمة شديدة الصلة بموضوعها ولا تثبتي كل شيء خاصة هناك أمور نظرية محسومة وواضحة موجودة في أي مرجع في تداولية في الحجاج بمعنى كان بإمكانك أن تستمعي عليها في العموم هذا الموضوع جيد وموضوع يحتاج إلى دراسات أخرى وإلى تعميق النظر فيه لأن كما قلت في البداية مقاربة ومعالجة النص القرآني ليست بالأمر الهين لغة الطالبة جيدة لغتك جيدة أحس بالجهد الذي بذلته في معالجة الآيات من حيث صورتها الفنية وسعيك إلى تبرير حجاجية المثل في القرآن الكريم ولو أني لست مقتنعاً 100% في السياقات المعينة طبعاً بذلت جهدك في التخريج في التحليل بلغة سليمة كما ذكرت وشيء آخر أنك أحسنت توظيف المصادر والمراجع وظفتها بطريقة ذكية وجيدة بحيث أنها لم تبدو حشواً ولا نشازاً في هذه الرسالة في الأخير أدعوك إلى أن بعدما ننهي مناقشة هذه الرسالة أن تتوسعي في هذا الموضوع بالذات تتوسعي فيه لأنه يستحق ذلك في مقالات وفي دراسات أخرى ربما ستقفين على حقائق وعلى قضايا قد تكون الرسالة لم تسح شكرا لك أتمنى لك التوفيق في بقية مسارك العلمي شكرا للجميع على حسن الاستماع وأعيد الكلمة مرة ثانية للسيد رئيس الجلسة
شكرا استاذ دكتور يوسف مصر على هذه التوجيهات، وقدم ايضا وقد اشاد بالمترشحه بلغتها وبعديد النقاط، فقط بعض الاطروحات التي هي الموضوع يحتاج حقيقه الى نقاش. نشكره جزيل الشكر على ما قدمه. الكلمه الان للاستاذ الدكتور عيسى مودي، يتفضل الاستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومباركة تسع هذا المجلس الكريم، أخص بها أعضاء لجنة المناقشة الذين يشترك معهم في هذه الجلسة العلمية. رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور صالح طوالي صديقي ورفيق كفاحي في الدراسة وفي العمل في الثانوية وفي الجامعة، مديرة هذه الرسالة الأستاذة الدكتورة فريدة زرقيل، وهي أستاذتي درستني في جامعة علابة في بداية ثمانينيات مقياس أدب مغربي. أستاذي الأستاذ الدكتور يوسف نصر من جامعة علابة، وكذلك تحت المنت على يديه، وقد درسني في الماجستير. كما أيضا أحيي زملائي صديقي وأيضا رفيق كفاحي الأستاذ صالح قاشي، دون أيضا أن أنسى الأستاذة أسماء، وأنا ممتن بمعرفتها التي لم يسبق لي أن التقيت بها. أيضا أحيي طالبة الباحثة و أيضا كل من يحضر معها من عائلتها وزملائها، دون أن أنسى إدارة هذا القسم وأساتذة هذا القسم الذين درست معهم أكثر من سبع سنوات في سنوات سابقة، والمعارف في أهل النهى ذمم كما يقول المتنبي. أبدأ في مناقشة هذه الأطروحة المعنونة بحجاجية المثل في القرآن الكريم نماذج مختارة، فأقول تمحورت أطروحة الباحثة عن إشكالية لموضوعها حجاجية المثل في القرآن الكريم نماذج مختارة في جملة من الأسئلة، استحضرت لها مجموعة وسائل وآليات بلاغية ولغوية ومنطقية، وبعض الطرق الشارحة لمسار الحجاج التاريخي، الخطابة، الجدل، الاستدلال. هذا ما أشارت إليه الباحثة من خلال رسالتها. ما ألاحظه أنا دائما أبدأ بالعنوان وخطاب المقدمة باعتبارهما مؤشر من مؤشرات المحاورة، ولهذا ما ألاحظه عن العنوان أنه يقرب المسافة. صحيح أنه يقرب المسافة بين القارئ والمقروء، غير أنني ألاحظ يا دنيا أن جزئية ثانية نماذج مختارة هذه تلتبس عليها بعض الضبابية، لأنه أنا أحبذ أن يضاف إليها جزء حتى تكون أكثر إيضاحا، كأن نقول مثلا نماذج نصية لقصص الأنبياء أو غيرها، لأن هذا الحجاج والمثل وغيره لا يأتي هكذا بمفرده، ولكن يأتي من خلال سياق نصي، سياق نصي، ولهذا يكون أكثر. وربما قد سبقني أستاذي يوسف إلى هذه القضية، لأن هذه القضية هي قضية نصية، وعلى هذا الأساس تفهم في سياق كلي. المثل لم يأتي هكذا، وإنما هو حينما تقرأه في الصورة بأكملها تجد لماذا أتى هذا المثل ولماذا استخدمه. وبالتالي أنا أحب أن يضاف إلى هذا العنوان جزئية
فقط هذه ليس بمعنى انها تضاف الى الرساله، ولكن انت بعد يعني بعد هذه المناقشه اظن انه لو طلب منك ان تكتبي لكتبتي ربما شيء واعت النظر في كثير من هذه القضايا. هذا شيء طبيعي، والانسان دائما يزداد معرفه يوما بعد يوم، لان حينما نقول نماذج من القران الكريم تبقى القضيه كانها تلتبسها نوع من الضبابيه وغير واضحه ما هي هذه النماذج وفي اي سياق، لكن لو حددت لكانت اكثر. ودائما المدونه لها دور كبير في خدمه الرساله، فاذا كانت المدونه مضبوطه فكل ما ياتي فيها ياتي واضحا. هذه النقطه الاولى. ما الاحظه عن مقدمة الرسالة هي وهي من المؤشرات التي تتحاور مع القارئ، لذلك اعتبروها يعني بمعنى أصحاب ربما الجماليات وغيرها اعتبروها من النصوص الموازية الدالة التي ترافق النصوص الرئيسية، فهي تهيئ القارئ لاستقبال المشروع قيد الإنجاز، وقد تحفزك على الاستمرار والقراءة، وقد ربما تجعل قطيعة بينك وبين أن تواصل هذه القراءة. ولهذا واحد من الغربيين كتب كتاب، هذا الكتاب يدعو فيه إلى كيف تدفع القلق وغيرها، يحبذ كان في مقدمة كتابه يطلب من القارئ أن يقرأ ولو شيء قليل، فيقول له وإذا لم يعجبك بعد ذلك فالقي به إلى النار. إذن في المقدمة هذه دائما إذا كانت مبتذلة إذا كانت مضبوطة قد تأتي بأكلها، وربما قد تحفز على الاستمرار في مواصلة هذه القراءة. غير أنني مثلا ألاحظ فيها بعض قضايا وقد أشار إليها في الأساتذة، مثلا فيها بعض القضايا سقطت في السؤال للفصل هذا العنوان وغير موجود، رغم أني أجده فيما بعد موجود في الـ في الـ في, الـ في متن الرسالة أو غيرها من هذه الأمور. أطروحة الباحثة تتكون من 82 صفحة، احتوت على مقدمة وأربع فصول وخاتمة جامعة لنتائج البحث. تناول كل فصل قضية من قضايا هذه، لكن الشيء الذي ألاحظه يعني على هذه الرسالة، ماذا ألاحظ؟ ألاحظ كأن فصول أسندت إلى بعضها البعض، وهذه الجوانب هذه كثير حينما لا يمتزج فيها، يعني بمعنى من البداية ينخرط الباحث في عرض أفكار معينة تظهر دائما هذه القضايا حينما نضعها كأنها مجموعة لمقالات، مرة تتحدث عن الحجاج، مرة تتحدث عن مثلا المثل، هذا الجانب هذا يحتاج. وأظنك أنك أنت قلت لك لو كتبتي لكتبتي أكثر من هذا. إذا حبذا لو توفرت الأطروحة على طريقة من المزج بين النظر والتطبيق حتى لا تظهر وكأن الفصول منفصلة عن بعضها البعض. وهذه جوانب مهمة كثير دائما في أي رسالة. أيضا ما أجده حينما أقرأ هذه الرسالة وهي في البداية وقد أشرت إليها وهي فكرة ذكية أجدها، وهي الحديث يعني أنك في البداية انطلقت مع كتب التفسير، كتب التفسير وكتب التفسير هي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لمعنى الكلمات وإعراضها، حتى أننا في كثير من الأحيان قد نجد مسائل نحوية لا نجدها في كتب النحو أبدا، ولكن نجد علماء التفسير قد أشاروا إلى مثل هذه المسائل. فلو تتبعت أنت هذه الطريقة الأولى التي أشرت إليها وأجدها قد ذكرتها وبقوة في هذه الرسالة لا وصلت إلى نتائج لها قيمتها. ففي كثير من الأحيان نجد مثل هذه القضايا، مثلا مرة وجدت في كتاب تحرير التبويض لابن عاشور يقول على أن النحو
لما يكون جمله يكون ابلغ من الكلمه مفرده. بحثت في كتب كلها كتب النحويه ولم اجد هذا الكلام الا عنده، وهو استقر من فكره ان كل زياده في المبنى هي زياده في المعنى، زياده في المعنى. الأطروحة هذه أجدها بأنها اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع، وهي متعددة بحسب قضايا البحث، وكفيلة بتبيين المسائل المطروحة في الموضوع المذكور وفق دليل تراثي متواجد في التفسير من جهات هذه الباحثة بهذا الشكل، ودليل آخر لساني. صحيح هي قراءة حاولت الباحثة من خلالها أن تقدم نماذج لا تخرج عن الرغبة في مواكبة ربما ما يقولونه بعضهم مقتضيات الحداثة، أي قراءة النصوص هذه بمنظور حديث من خلال إبراز مظاهر المعاصرة أو تحقيق التواصل بين القديم والحديث. لكن ربما هنا في كثير من الأحيان قد نجد هذا قد يحدث لنا بعض المزالق، بعض المزالق. لماذا؟ لأننا حينما نقرأ هذه القضايا لا نلاحظ ما الذي تغير، ولهذا ربما أنت أجدك تحدثين عن الفرق بين البلاغة القديمة والبلاغة الجديدة، هذه كثير من القضايا. ولكن لو تلاحظي أليست البلاغة الجديدة هي نسخة مشوهة للبلاغة القديمة؟ أليست هذا؟ للبلاغة القديمة؟ أليس مشوهة؟ لا، في المطروحة هي في الرسالة، المطروحة في الرسالة. أليس الاستعارة والكناية فن من فنون الإقناع ولها فاعلية قولية وظيفية وأدائية؟ هذه الجوانب كلها يعني بمعنى، ولهذا لا نستطيع أن نقول أنها توجد بلاغة جديدة وبلاغة قديمة. ما دام تتوفر على قوة الإقناع سواء في القديم أو في الحديث، لماذا نقول بأنه هذا جديد؟ أو حين ندخل، شوف معي يا دنيا، حين ندخل في هذه القضايا التراتبية الثقافية التي ينطلق منها كل واحد أي تختلف، لأن مجال الجمال والحقيقة، الجمال والحقيقة كل أمة ترتبه بترتيب معين. ففي ثقافتنا إحنا الحقيقة تسبق الجمال، وفي ثقافتهم هم الجمال يسبق الحقيقة. وعلى هذا نقادنا ماذا قالوا؟ قالوا لأصحاب فكرة أعذب الشعر أكذبه، قالوا هؤلاء متأثرون بالفكر اليوناني. إذن وبالتالي تراتب الفكر هذا، كل فكر عنده مرجعية، كل فكر عنده مرجعية موجودة. اليوم أنت لما تلاحظي مثلا أصحاب اللسانيات حينما يحاولوا أن يسقطوا النظريات، أنت تأتي مثلا بالتقاطع هذا اللي يتحدث عليه أندري مارتيني دوبل ارتيكولاسيون، هذا تجدينه صحيح أنه قد يشبه مثلا حينما تلقي على الجمع المذكر سالم أو الجمع المؤنث سالم، لكن حينما توصل لجمع تكسير كيف تقطعين الكلمة؟ هذه الجوانب مثل كل واحد عنده فلسفة معينة. إحنا نعرف في كثير من الأحيان نعرف نصف الحقيقة من العلم، نصف الحقيقة من العلم، ولكن النصف الثاني قد يخفى علينا، لازم نبحث عليه، لازم نبحث عليه. كي يقولوا مثلا هم مثلا هذه النظريات أنها، لكن هي سليلة ثقافة معينة، هي الثقافة اليونانية، اللسانيات الغربية هي سليلة الثقافة اليونانية، هم عندهم مرجعيتهم ونحن عندنا مرجعيتنا. هذا الجانب هذا مهم أن نفهمه دائما في مثل هذه البحوث. ولهذا ولكن أجدك فيما بعد في صفحة 136 تنتهي إلى فكرة كل حجاج هو بلاغة وكل بلاغة هي حجاج، يعني بمعنى
في البداية حينما تحدثي وتحدي المصطلحات وتمشي مع الفكرة يعني مثلا هذوك الأفكار الغربية تقولي كلام، ولكن حينما ترجعي إلى فكرتك أنت تقولي كلام آخر، كلام آخر. وربما هنايا كي نقول الكلام ونلغيه أو نصححه ربما في بعض الأحيان قد يغيب حتى الحجاج القرآني في المثل في هذا. انت تتبعي قلتي انا نتبع تراثي، يعني تراثي انت عندك البلاغه وليس لديك بلاغه. اذا اخلص الى ربما ملخصات فقط فكريه. رسم الهدف كان واضحا حين جاءت الاشاره الى كتب التفسير، غير ان النماذج كانت قليلة، ولهذا أنا دائما الفكرة تاعي انطلقت من الأول، العنوان. العنوان حينما لم يحدد ماذا ندرس، مهما تدرسي لا تصل، مهما تدرسي يبقى ناقص. ولهذا قلت لك لو حددتي، لو قلتي في قصص مثلا الأنبياء أو في غيرها، يعني لما تذكري نماذج هذا خلاص القرآن واسع، القرآن واسع، قد تذكري نماذج وتهملي نماذج أخرى، وبالتالي يبقى هذا الفراغ الذي نلاحظه. غير أن النماذج كانت قليلة مثل ما نعثر عليها في صفحة 156 وما بعدها. كذلك فقط تنبيه في أنظر وغيرها من هذه الأشياء، أجدها أنها مكررة كثير، 43، 44، 45، 46، 47 وما بعدها، تكتبين أنظر وتضعي لها الهمزة وغيرها من هذا الجوانب. أنا لما رأيته مكرر فقط قلت، لما رأيته مكرر. هذه جولة تفتيشية في هذه الرسالة. وجدت من خلالها أن الباحثة رصدت من خلال حفريات بحثها أن الخطاب القرآني خطاب حجاجي بالأساس، لأنه جاء لتغيير وضع قائم، وذلك باستخدام وسائل وآليات بلغية أو لغوية أو منطقية ذات قدرة تأثيرية وإقناعية في المتلقي، من أهمها أسلوب ضرب المثل، وهو بحث يعني أجده بأنه يؤسس لشرعية المقاربة بأدوات تحليلية فعالة، اتصف بمستوى علمي ومنهجي يثبت جدارة الانتماء إلى الاختصاص، يعني أو الحقل المختار الاختصاص هو علوم اللسان، ويمتلك من الكفاءة ما يؤهل صاحبته للدرجة المبتغاة. بالتوفيق بنيتي، أشكر أستاذتي على الرعاية والسقاية لهذا البحث حتى استقام على عهده واستحق هذه الدرجة، وشكرا. شكرا للأستاذ الدكتور عصام أمي على هذه الملاحظة القيمة والقراءة السديدة. حرص الأستاذ دائما على أصالة الدرس اللغوي والتراثي ودرس البلاغي بالخصوص، وحث الطالب على ضرورة المزج بين النظري والتطبيقي، أشاد بالمنهجية وبالعمل. شكرا لك أستاذ الدكتور، ودائما نطلب من المترشحة أن تعمل في هذه الملاحظات. الآن الكلمة للدكتور صبيح قاشي، دورة، تفضل الدكتور بمناقشة. شكرا أستاذ الفاضل رئيس الجلسة، السادة أعضاء هذه الملاذ الكرام، بدءا بالأستاذ
الأستاذ الدكتور يوسف منصر أخي وزميلي سي عيسى رئيسنا سي صالح طواري، الأستاذة الفاضلة الدكتورة مشرفة فريدة زرقين زميلتنا سوسي، الطالبة أهل الطالبة الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لا أخفي سرا أنني مبتهج من أي ابتهاج لشغل هذا الحيز بين هذه الصفوة من الأساتذة التي زادتني شرفا بهذه المناسبة الطيبة التي نتولى فيها تقييم هذا العمل، وهذه حصيلة جهد ومثابرة لرعاية وإشراف الدكتورة الأستاذة الفاضلة فريدة زرقين. في البداية طبعا دائما ننطلق من العنوان على اعتبار أنه عتبة نصية، حجاجية المثل في القرآن الكريم نماذج مختارة كما أشار زملائي الأفاضل، وفي الحق سبقوني إلى كثير من الأشياء اللي يجب أن يؤخذ بها في تعديل وتقويم صورة هذا العمل. كما أشرت الأستاذة في بداية المداخلة أن العمل هذا لا يبقى حابستي أنت لأنه متعلق باسمك وباسمنا إحنا، فإن تبادله الناس بعدنا فإن كان فيه خيرا شكرونا وطلبوا لنا المغفرة والعفو، وإن كان عكس ذلك طبيعي جدا الحق بنا ما لا نحب سماعه ولا نتصل. على كل حجاجية المثل القرآن، أنت لم تذكري طبيعة الدراسة، وقد أشار زملائي إلى الجانب التداولي كبيركان يولي دراسة تداولية، إذن يجب أن في البحث العلمي يجب أن تذكر نوعية الدراسة من أي جهة تودين أن تتعاطي هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك المقدمة كما أشار أخي الفاضل على أنها هي أساس المحاورة بين النص ومتلقيه، تبدو كما أشار زميلة أيضا أن الإشكالية خافتة نوعا ما، وتفتقد المقدمة إلى الفرضيات التي توخينا تحقيقها إثر انتهاء العمل، يعني مجموع النتائج لابد أن تنسجم مع المقدمات، لأنك وضعت خطوط حتى لا تحيدي عن التحليل وتكوني ملتزمة بهذه الخطوط على كل شوف سأتولى تقديم فلاشات ولا ملاحظات عامة قد تفيدك، لأن ما أشار إليه زملائي يكفي الوجهة الفلسفية اللي أعطاها الأستاذ الدكتور هي راقية جدا. النصائح المنهجية تفضل بها زملائي أيضا لها قيمتها، فما أزيد إلا الشيء القليل الذي أنا أعيش على هشتاد ما تركه لي زملائي الأفضل. شوف في المقدمة لابد أن تكون البنية النصية، نحن نتكلم عن البنية النصية اللي أشار إليها سي عيسى، لابد أن تكون البنية النصية يعني الكلام هذا التحليل يكون محكم البناء بحيث القارئ أو المتلقي يتحس تلك الإنسيابية حين يتنقل من فقرة إلى فقرة دون أن يتحس ذلك التصدع في البنية فتغيب الأفكار في خضم هذا الزلزال. نجيب الدليل ومن حقك بدليل. شوفي الله مثلا لو كانت تعودي للصفحة ألف المقدمة في قولك فالقرآن الكريم هو بعد في أثر الآية بعد. فالقرآن الكريم هو كتاب هداية وإصلاح غايته الكبرى تغيير مفاهيم الناس وعتقداتهم ومبادئهم القديمة التي يسيطر عليها الجهل والتعصب. إضافة إلى ذلك شوف أنت تعتمد بزاف في أسلوبك هذا أسلوب العطف لها تراك فدايا الجهل والتعصب وستلاحظينها لاحقا.
فأدخلتهم في متاهات الضلال الدامس حتى أصبحوا لا يفرقون بين حق وباطل وجيد وعاطل. هذا أسلوب أدبي لا يليق بالتحليل العلمي، يعني لابد أن تبني أسلوب العلمي في التحليل. الفقرة الثانية، وهو ما يؤكد أن الخطاب القرآني خطاب إيجابي. من أين لك هذا الاستنتاج؟ وش الآليات المعتمدة لهذا التغيير؟ التغيير لأنه الإقناع أو الحجاز هو الغاية الكبرى منه، هو أنه يغير مثلا يدفع إلى شيء أو يأثر بشيء. يا ابنتي، التغيير هذا الذي دعا إليه القرآن الكريم وفق آليات التغيير مش بكلام. إذا لابد أن تشيري أنت لهنا إلى مجموعة هذه الآليات بين الحق والباطل باعتبار كذا وكذا، وهو ما يؤكد. أما تجيب كلام مبطور وهو ما يؤكد، مش على أي أساس تأكيدات هذه؟ إذا أعيدي نظر، أعيدي نظر، نقول لازم نظر، نقول لازم نظر، نقول لازم نظر، نقول لازم نظر. هناك تصدع في البنية، أعيدي النظر فيها على كلها وشوفي ترى. وقادر نكون خاطئ، ما قبلت، هذه ممكن. كاين ايضا واحد الاخطاء لغويه دائما في انا مدك واش عندي في الحال. شوفي في الصفحه الجيم من المقدمه تقولي في الفقره الثانيه بعد ذكرك لي بارلمان وديكرو وغيره، تقولي دون ان ننسى جهود علماء العرب المحدثين. اعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها القرآن الكريم. شوفي في المقدمة الأكاديمية لما نذكر المراجع هذه عادة أو لا يراد ذكرها من باب أنه تعدادها، لأنه سنجدها مثبتة في قائمة مصادر المراجع، ولكن الغاية من غرض بعض المراجع هي من حيث هي مستفزات على البحث، يعني أنه يفترض قبل أن تباشري هذا أو قبل أن تستثار في ذهنك الفكرة هذه، أنت قرأت مجموعة مراجع وجدت أنها تتحدث مثلا عن الحجاج، ولكنها لم تتناول الحجاج من زاوية معينة، أو أن بعض الزوايا في الحجاج هذا بقيت مظلمة، فرأيت أن تنيريها، لذلك تشيري إلى مجموعة هذه المراجع، ليس من باب الذكر، قالوا اعتمدت مجموعة نصات القرآن الكريم. والأمثال في تفسير الكتاب، وقد تناولنا مثلا قريتي بعض المراجع وجدتها تتكلم على الحجاج، ولكنها لم استثارت فيك الفكرة هذه، فوديتي أن تخوضي وتدوي تدوي في المجال. إذا ليس مجرد ذكر أو أشار في الدراسات السابقة على ذلك. شوفي في الصفحة الثانية من الفصل الأول، تعد مظاهر الحجاج من أهم مظاهر الحديثة التي كانت الصفحة الثانية، يعني نشارك لك بعض الأخطاء النحوية بركة. شوف تقولي سواء أكانوا بلاغيين أو لغويين أو منطقيين، وهمزة التسوية هذه جنب على أمالية أم لم تديرهم يومياً؟ وانتي إيه؟ وانتي يا القرآن الكريم وتعبس مع القرآن الكريم، ومع ذلك تتكرر في كل كرر بصفة رهيبة في الخدمة. تبيت مسكحة في الخدمة زد كتبت صحيح. أمس هذه كي خلاص هذه كي لا حقيقة مين كنت إيه. ثم
طيب ميشيل ماير وغيرهم وثلاث نقاطك ومدتالية وغيرهم، شو ما هو أنت يا داخل وما هو معروف لديك؟ ليس بضرورة كل معروف لغيرك، أنت بصدد نقل الأمانة كيف أنت بثلاث نقاطك وقت على بالك ومعروف لديك؟ شو تجاوزي الفكرة صفحة ثانية دائما. لما ذكرتي ترسانة من العلماء الغرب هذيك درتي واء وثلاث نقاط متتالية واء وثلاث نقاط وغيره من المعلوم. لهنا يعني منهجيا لا فريق. الأمر هذا غير. نعم. وتعتمدي دائما أكان زيد أو هاي لهنا ثاني أكان سواء أكانوا لغويين أو مفسرين وعاودي تروحي تعرفيها. حيث أن يجمع ويطابق قلت أنت اشتغلت في التعليم أنت يا أستاذة. إيه أنا ما أعرف. لأنه فيك نزعة تعليمية هذيك وحتى في التحرير تقولي ونلاحظه ولاحظنا ونلاحظه وكأنك قدام طلبة وقاعدة تستنطقي في أمثلة شواهد. إيه وين السبب في أي مستوى؟ الثانوية وين على كل تبدو نسعى لأنه في التحليل تقول ونلاحظ هو هكذا يتضح لنا أن كذا واعتماد قلت هل العطف هدايا محاولة الجمع أو المساواة الجمع هذا الأسلوب هدايا يورينا يجعل المعلم متفخ لفينا يعني يحاول يأخذ الحشوة ذا والإسهاب وهو مضر بالبلاغة بالكلمة علمنا ومعنى حاجة رغم جاء على زينة بزينة تغضى على زينة شوف على كل حال ملاحظات كثيرة في الصفحة 31 مثلا ذكرت ملاحظة العوامل في حديث عن العوامل الحجاجية مكونات لغوية تحقق الوظيفة الحجاجية للغة بحسب الإمكانيات. شوف ما أطول العنوان هذا. العناوين الجانبية صفحة 31. العناوين الجانبية لا تكون بهذا الطول حتى أنه واحد العنوان تبقى فقرة كاملة. فقرة عنوان. عنوان فقرة. وبالإضافة إلى ذلك ولاحظت أن التعريفات هذه هي خالية خلو التعريفات من أمثلة توضيحية تضع قارئ المذكرة هذه أو المطروحة في صلب الانشغال للناجحين لأجله. أنت تذكري التعريفات وتتجاوزيها وتروح لتعريف ثاني تضع مجموعة من التعريفات متتالية تسمي التعريفات دون أن تفصل بيناتها ونجم نجيب الدليل هذا هنايا مثلا في الفصل الثاني في الصفحة 65 من 65 صفحة 100 يعني 35 ورقة 35 صفحة فيها تعريفات مثلا تعريف مثلا اصطلاح عند أبي عبد الله السلام الجمحي القائد السكيت المبرد أبويا العسكري المرزوقي وغيرهم وستي وحدي المحدثين وذكرتي هذه التعريفات تعريف 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 في آخر تعريف دون أن تميزي بين هذه التعريفات ولا تقفي على الفروقات اللي تفيدك في عملية تحقيق ما تريدين تحقيقه. ثم أنه عرض مجموعة التعريفات كلها جهدت نفسي كثيرا في رصد هذه التعريفات وفي الأخير جهدت هذه التعريفات وش الفايدة محققة جراء عرض هذه الترسانة من التعريفات. كان بإمكانك تكتفي بما هو الشائع من التعريف وتعتمد تعريف إجراءي تعتدين به خلال ثلاثة شهر وكذا لتركز همك على حجاجية المثل آليات الحجاج طراج الحجاج ونسيتي القصص القرآنية اللي حكيت عليها الأستاذ قبل حين. القصة القرآنية لا يراد منها المتعة الفنية هذيك حاصلة عرضا لكن الغرض منها هو الإقناع هذايا والحجاج هذا الذي تكلمت عليه. القصص القرآني في القصص القرآني في الأمثال قصص مدونة أخرى إلى حد
إذن جاءت حجاجية. ما أدري إيش إيه. شوفي في الصفحة 32 بعد الصفحة دي في عنصر الضامن أو السند أو شوفي الضامن أو السند أو المبادئ الحجاجية. وين هذه يعني هي تعتمد مصطلح واحد، يا الضامن ولا السند ولا الضامن أو السند أو المبادئ الحجاجية، ويبدأ التحليل بإحالة مباشرة دون كما أشار زملائي إلى لابد في كل مبحث ديري مقدمة حتى تضعي القارئة في جو إيه. إذا يبدأ التحليل بإحالة مباشرة وهذا مخيف طبعا بي، لكن أنصفت بحقك إلا ما تعلق بمبدأ النسبية في الأخر هذاك ضدي عامين بالحقوق. في الصفحة 33 نستخلص مما سبق أن المبادئ الحجاجية هي مجموعة المبادئ، مش جبتينا جديد الله كده قال الرجل الجرح يبرى بالدواء مقتمدات وأنت شوف الصفحة 33 تمشي عندك واحد الصيغة في التهميش المرجع السابق الصفحة نفسها لما شوف في المنهجية هذا خلل المنهجية لما تقولي المرجع السابق لازم يشترط أن يكون المرجع قد ذكر سابقا في الصفحة ذاتها بعد اذكرتي المرجع عاودت استخدمت المرجع مرة ثانية استشرت المرجع مرة ثانية لا تعيدي ما تعلق بالمرجع من البيبليوغرافيا وكذا تقولي مرجع سابق ولا نفسه صفحة كذا. أما تقلبي الصفحة وتكتبي في أول التهميش المرجع السابق اللي يجعل من قارئ الأطروحة أن يزيد من الصفحة السابقة حتى يتبين تصوري هيك العالم هذا. وهذا الأمر تكرر عندك في ترسالة من كذلك تقول ترسالة مجموعة من مجموعة من الصفحات صفحة 126 127 128 129 شوف عودي للهامش الصفحة من 126 حتى 129 ارجعي لي للهامش اقراي لي الهامش الإحالات مش على ما تكلمش فيها الزيت اي التهميش تاعك انت تقولي لي انت اي الفيديو لازم يقول لي اذا كان قد في الصفحه 29 باش نعرف المرجع نفسه هو هذايا لازم يقول لي الصفحه 26 باش نعرف انت تريدينا نقول ما ان المرجع يذكر في الهامش الاول اذا اعدت استخدامه بالصفة المرجع ذاته تقولي نفسه ولا المرجع لنفسه صفحة كذا. أما إذا كلمت الورقة لازم تزيد تكتبه هو فلان فلان في كتاب فلاني صفحة كذا. فما وسائل الاستماع في الصفحة 36 كتابة أسماء الأعلام الأجنبية يكون بالبنط العريض هذاك وبالأول الحرف يكون ماجستير ماجستير في الصفحة 36 لو كان تقولي 36 تلقاي كتبتي هو ميشيل ماير ميشيل ماير اللي هي كاتوليك قالوا انظر بين قوسين والاسم العربي وما بين شغلتين هذا هكذا مثل المنهجية يعني الاسم الأجنبي يوضع بين قوسين والعربي يوضع بين شغلين. وكتبتي لنا بالحروف بعد ميشيل ماير ميشيل ماير لكن استدرتي في الفقرة الثانية لما يعني أن الكلام مهما كانت طبيعته عند ميشيل ماير وكتبتيه كما ما هو إذا الصيغة هذه تبعت لي. ملاحظة في الصفحة 55 ملاحظات لغوية وش هي الملاحظات؟ كاين أخطاء لغوية في الصفحة 55 لا محالة. ربما نخليه اللي يتجد سي صالح يقول لك صفحات من الخطا اللغوي الرقمي اللغوي على رقمي لا على كل حال
يعرف ويعرف ويعرف ويعرف. شوفي الشاهد الشعري في 57 داك 57 شاهد شعري يذكر بحره. هكذا علمنا أساتذتنا في المنهجية أن الشاهد الشعري لابد أن يذكر بحره بين حاضرتين. يذكر بحره 67 67 67 أيضا قلت في الصفحة 99 ذكرت أهمية المثل عند أبي هلال العسكري دون يعني ذكرت قولين دون تحليل أو تعيد فيهما النظر جوزتهم إلى ما سواهما من أنواع المثال في القرآن الكريم. عرض أنواع المثال دون ضرب أي مثل مع العلم أن بل المثل بالكلمة على المثل وطاقته الحجاجية إلا أنك ذكرت التعريفات وتجاوزتها من غير أن تضرب لها أمثالا. وبالتالي يبدو انك غير مقتنع بالتوليدي ما دام انك ما استثمرتيش. عرض نماذج دون تفسير تبقى صماء هكذا فايده تكون قليله. في الصفحه 109 كاين ايضا خطا املائي في اتفاء نضغط عليها الف التنوين لديك وهي مقبول. العرض تكره توالي الامثال في الصفحه 109 109 درتي اكتفاء انه ودرتي لها الف التدوين هذيك. الصفحة 109 دون بيان المقصد الحجاجي المتوخى من وراءها بالإضافة إلى ذلك أن أخطاء إملائية يجب أن تعيد النظر فيها. العنوان الجانبي في صفحة 129 فقرة برمتها في سطرين في 129 ولي 129 العنوان الجانبي أقرأ يوم نشوف صفحة 129 في العنوان السادسة شح ذهن المخاطب وتحريك طاقاته الفكرية أو استرضاء ذكائه لتوجيه عنايته حتى يتأمل ويتفكر يتأمل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد من طريق التفكر. هذا عنوان في صفحة 149 كلمت على حجاجية الصورة المؤسسة أولى المؤسسة على المشابهة في المثل القرآني عرض نظري دون تمثيل في صفحة 149 كلمت على حجاجية الصورة ولكن اكتفيت فقط بعرض نظري دون تمثيل وهو ما يؤخر
عملية الاستيعاب هذايا والفهم، وبالتالي انت وليتي معاناة الكتابة وفي الأخير تكون الفايدة قليلة. هذه التجارة لازم تكون تستثمر بزاف وتدفع راس المال بزاف والفايدة قليلة. إذا العلماء المحتدين يميزون حاجة جيدة في الشهر لاتفاق نموذج باعش في صفحة 182 إلى صفحة 193 تكلمي على حجاجية الاستعارة، ذكرتي ما تعريفات كثيرة لكن لما وصلتي لعرض النماذج ذكرتي نموذج واحد على مدار هلا من الصفحة 188 للصفحة 139 93 من 88 ل 93 ذكرتي كلمتي على حجاجية الاستعارة، ذكرتي تعريفات كثيرة وتحليلات دون أن تذكري نموذج واحد. يعني بالعكس ذكرتي معكم ذكرتي نموذج واحد. حجاجية الاستعارة 88 188 شوفي حجاجية الاستعارة هاي جي روح وان هو القرآن الكريم لا وجود لأثر الحجاجية حجاجية الاستعارة في القرآن الكريم على مدار الصفحات التي كلها حتى 39 93 وقد حضرت الاستعارة حين تتجلى هذا هو فقط حتى الصفحة هذه 102 مهم حاولي لا تذكري أي شيء لا تذكري شيئا نظريا دون أن تعززيه بالشعر النظري، وليس شرطا أن يكون الشاعر في المتن. شوفي شخصية الطالب الباحث تبدو عن الهامش، أنت استقبلتي الهامش إلا لذكر الحالات. لو كان العود يطبق النظرية هذه ما لقاوش أثر الباحث نهائيا في الهامش. يفترض أنك كاين تفسيرات تتجاوزي قادر تكتبي صفحة سطر واحد في المتن وباقي الصفحة في الهامش اللي تبين مدى قدرتك على التحليل وتحدي لنا رؤيتك من خلال هذا الجانب أو ذاك. نلمح في صفحة 72 أيضا نلمح تمغبران سوريان متتابعان في الصفحة 172 صفحة 6 لا نجد علماء يميزون بما ميز المحدثون، لا نجد العلماء المحدثين يميزون بما ميز المحدثون. كاين أسلوب بين قوسين بعض الأساليب طبعا التي لا تقبل 186 شوفي في الثالثة الحجاجية الصورة المؤسسة ولا المؤسسة والمؤسسة مؤسسة على الاستعارة السطر الأول الثاني الثالث، ولهذا نجد العلماء المحدثين يميزون بين نوعين الاستعارة. قلت على الأسلوب هذا إذا ميز العلماء وعليه نجد هذا هو الأسلوب الأخر عليها ايضا
زيد نولي فقط استاذي الفاضل يشير لي على ان الوقت داهمنا. قائمه المصادر والمراجع، شوف بها ما بها. شوف اعتمدت على الصيغه في ترتيب المصادر والمراجع، وفي الحقيقه هي ما ابدت فاعليتها. لو كان شوف لو كان تروح مثلا للمرجع 54 في الصفحة 268، بمن المرجع هذا؟ جميل حمداوي. و 55؟ بالمفروض ما 55 جميل حمداوي. و 56 و 57 جميل حمداوي. إذا هناك طريقة ديري نقطة شيء كبيرة وترقمي المراجع لا للمؤلفين. إذا جميل حمداوي 54 أنواع الحجاج، 55 حجاج الخطاب، 56 شايم برلمان هذا، 57 من حجاج الإقناع إلى كذا. بالصيغة هذه تفادي الفكرة، وهذه راجت في قداش من. على كل من مع ذلك إن مجموع النقود التي قد أصابت وتصيب، لو كان يعرض العمل على لجنة أخرى سأقول فيه ما تقول، لأن الأمر يتعلق بالإجهاد النظر ودراسات صادرة من مبتدئة. وهل الصفة هذه لا تقلل من شأن البحث نهائيا؟ بالعكس، إن كل عمل صابته نقود نقد على كثرتها إنما تؤكد ما للعمل من قيمة، لأن أي سلعة معروضة بلا ثمن ذات من ذات قيم غير موجودة، لا قيمة لها. يعني لو كان نجي ونقول له عمل رائع 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 حتى وإن كان رائع بحكم. وبالتالي ما أريد أن أقوله هو أن مجموع النقود هذه أي لا تفسد في البحث شيء بقدر ما تزيد قيمة وتحمل على العمل بجدية أكثر. محاولة في كل ذلك أنت تعطى طابعي على الآراء اللي توجهت لك صوب عينيتي، لأنه نحن نعدك للبحث، مش لم ينتهي دورك ها هنا، بل أنت هذه الخطوة الأولى في مجال البحث، وأملنا فيك كبير أن تكون منك توفر منك أعمال راقية إن شاء الله تعالى، نتمنى لك التوفيق ونبارك هذا العمل حتى يضاف إلى خزينة مكتبتنا برعاية الأستاذة فاضلة وبإشراف المجموعة من الأساتذة ذوي الوجوه النيرة. أمل لك كل التوفيق والسداد، وأعيد الكلمة للسيد رئيس الجلسة. شكرا للخدمة. شكرا شكرا أستاذ قاسي على هذه الملاحظات الكريمة، ودائما نطلب من المترشحة أن تعمل بهذه المصالح. في الحقيقة مثل ما ذكر الأستاذ لا تنقص من القيمة، وقد نختلف في كثير من المسائل، غير أنني أتفق في كثير من النقاط مع زملائي الأساتذة في هذه اللجنة حول هذا العمل. العمل هذا أنا في الحقيقة يعني أراه يرقى إلى مستوى الدكتوراه من جوانب عديدة، لأنه أي عمل فيه هذه الملاحظات فيه النقاط هذه يرقى إلى مستوى الدكتوراه باختيار الموضوع في حد ذاته. من جوانب الجانب الأول موضوع الحجاج في الدرس العربي المسبقة، يعني نظرية الحجاج الحديثة، فضلا على أن الموضوع يبحث في القرآن الكريم ويكشف عن أساليب الحجاج وآلياته المتعددة. من النقاط التي ينبغي التنويه بها هو اللغه، حتى وان كانت هذه الملاحظات حول عديد النقاط اراها لغه سليمه ومقبوله في هذا البحث من جوانب كثيره.
البحث تضمن أربعة فصول. الفصل الأول والثاني الحجاج والخطاب الحجاجي كان نظري، الناس كثير يعني تحدثت على مفاهيم الحجاج والمرتكزات. الفصل الثاني اللي سقط وكان الأساتذة الكروكي بأنه سقط في المقدمة المثل والمثل القرآني، واللي فيه مبحثان. المبحث الأول تعلق تحدثت المترشحة عن المثل بشكل عام، مفهومة أنواعها خصائصها، ثم راحت تفرق وتميز فتحدثت عن المثل القرآني، أيضا ذكرت مفهومه وما يميزه عن المثل العام، خصائصه وأغراضه، وتحدثت عن الأغراض. عجبني الفصلين، الفصل الثالث والرابع في الحجاج البلاغي في المثل القرآني، باعتبار البلاغة هي أسلوب حجاجي بالقياس، وقد أشارت المترشحة إلى هذه المسألة. الفصل الرابع اللي فيه الحجاج اللغوي والتداولي في المثل القرآني، أيضا أرى بأن الحجاج في نهاية الأمر يعني الإقناعي في النص القرآني للجانب اللغوي والتداولي، وقد صارت المترشحة. إذا الملاحظات اللي راح نذكرها أيضا ما تنقص من القيمة، اتفق مع الأستاذ الراشي في العنوان لم تحددي طبيعة الدراسة حقيقة، يعني طبيعة الدراسة التداولية أو غيرها، ينبغي توضيح هذه المسألة. اللغة في كثير من يعني في كثير من المواطن نلقى سلامة اللغة، وهذا أثر الأستاذة، يعني نعرف الأستاذة زرقين ومدام تبعتها للطلبة، ومع ذلك الطلبة سجلت الأخطاء. من الملاحظات الإشكالية تحدثت الدكتورة أسماء الزوسي على الإشكالية، وزملاء أيضا أساتذة ما ذكرتيش حتى كلمة الإشكالية، كلمة الإشكالية غير مذكورة في المقدمة كمصطلح، والبحث يقوم على إشكالية، ولعل الأستاذ الدكتور أسماء الزوسي أثار إشكالية، أثار لك إشكالية البحث في كون مدى يعني نعد أو الحجاج في النص القرآني، لأنه يعني قالك القضية محسومة بالنص القرآني فالاحتجاج، وهنا كاين اختلاف كبير في هذه المسألة. ابن القيم الجوزية شددت النكير على من أنكر الحجاج في القرآن الكريم، يقول في كتاب في مفتاح دار السعادة: يظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها، وأن الأنبياء دعوا للجمهور بطريقة الحجاج بطريقة الخطابة والحجج للخواص، يعني وهم أهل البرهان يريدون يقصدون أنفسهم ومن سلك طريقتهم، وكل هذا من جهلهم للشريعة والقرآن، فإن القرآن مملوء يقول من الحجج والأدلة والبراهين في مسالك التوحيد، ويواصل الحديث عن المواطن اللي فيها احتجاج في النص القرآني. إذا كان يمكن أن تكون إشكالية من هذا النوع، يعني وأنت يعني في التحليل وفي الدراسة تأتي الإجابة بما ذكرتي مثلا من محاور حجاج يعني الحجاج البلاغي والحجاج اللغوي وغيرها. إذن إشكالية مفروض تكون بناء إشكالية، وتأتي بعدها تساؤلات أخرى فرعية ل يعني تبحثينا فيها في النتيجة، غير أن في النتيجة راح نوصل في النتيجة أنك ذكرتي بعض الأسئلة العامة، ربما راح نسبق نقول لك في النتيجة يعني مفروض أنها تكون إجابة عن التساؤلات، لأن حتى الأسئلة التي تحتيها ما المقصود بالحجاج هذه تكون إشكالية، ما تطرحش على ما تطرحش كسؤال تبدأ بصياغة الإشكالية. قلت حتى ربما باش نكون منهجي كنا نروح للخاتمة والنتائج اللي وصلتي كنا نلقاو هذيك النتائج اللي توصلتي لها، واش نلقى كنت تذكريها تبقى الأول والثاني والثالث، هذا ما عندوش علاقة بالدراسة التطبيقية، يعني تتحدثين على بشكل عام، يعني الكلام هذا النتيجة
والخاتمة تكون خلاصة، يعني ما تم التطرق إليه في البحث من تحليل ودراسة وغيرها، ويعني عودي إلى الخاتمة تلقاي ربما الخامس والسادس فقط هو الذي تعلق أو هي التي تعلقت النتائج بصميم هذه الدراسة. سأحاول أن أقدم على عجل بعض الملاحظات الأولى. أيضا من الأقوال التي تبين حجازية القرآن، محمد أبو زهر يقول: من ينابيع الاستدلال في القرآن الذي تثبت قدرة الله تعالى وصدق ما يطلب دين الحق، ما يطلب دين الحق وما به القرآن التشبيه وضرب الأمثال، وهو يدعم ما ذهبت إليه في كون المثل يعني آلية من آليات وأسلوب من أساليب الاحتجاج. بعض الملاحظات من تجاوزها ذكرها الأساتذة. تقولي: وكبة إنجاز هذا البحث مجموعة من الصعوبات في اللغة، وكبة يبدو لي مش مناسبة. وكبة إنجاز هذا البحث مجموعة من الصعوبات. في صفحة ثانية تحت مفهوم الحجاج، في مفهوم الحجاج نقتدر أنك تديري مفهوم الحجاج، ربما تديري توطئة، تديري تمهيد، وتقدمي لنا مفهوم الحجاج المفهوم اللغوي واللغة التعريض والاصطلاح. واش قلتي انت في الصفحة الثانية في مفهوم الحجاج؟ أنا أسألك، أنا أسأل، قلتي مفهوم الحجاج؟ هي نعم. واش قلتي في هذاك تمهيد؟ اعتبرتيه تمهيد؟ قلتي تحدثت فالحجاج لا، اقرأي مفهوم الحجاج في الصفحة الثانية. نعم إيه تقرأي تعد نظرية الحجاج أيوة من أهم النظريات الحديثة. وطولتي أصبحتي تتحدثين في عن نظرية الحجاج لا مفهوم الحجاج، والعنوان مفهوم الحجاج، راح تتحدثي على النظرية ثم وأنت تتحدثين عن النظرية. كان المفروض عندما تقولي قلت في السطر الثالث اختلفت نظرية الحجاج عن النظريات اللغوية، فيما اختلفت؟ كان عليك أن توضحي وتبيني فيما اختلفت نظرية الحجاج الحديثة النظريات السائدة اللغوية. هي في الواقع اختلفت معها في العديد النقاط، لم تشيري إلى هذا. هذه النقاط الصفحة الثانية بنتي، خليني أقول لك بركة بنتي، مش من كل حاجة، تبعي فقط معي. أي فقط نظرية الحجاج وقلت أنها من أهم النظريات الحديثة، هكا حبيت أقول لك أنك توضحي كيفاش من أين اكتسبت هذه النظرية هذه الأهمية، فتوضحي قائلة مثلا أنها اختلفت عن النظريات الحديثة في عديد النقاط، منها في مفهوم اللغة. النظريات اللغوية الحديثة السائدة تنظر إلى اللغة ما هي إلا توصيف وتمثيل للواقع، كذلك ترى في تختلف معها في طريقة التعاطي والتعامل مع التحليل النصي اللغوي، تختلف معها أيضا في الهدف الأساس من اللغة. الهدف الأساس من اللغة في النظريات الحديثة ترى أن اللغة تواصل وأيضا وأنها أفكار سائدة، في حين هذه النظرية نظرية الحجاج تتجاوز كل هذا، وأنت تتحدثين عن نظرية الحجاج. حبيتك توضحي هذه المسائل لأنك أشرتي وقلتي وهي من أهم النظريات الحديثة. حبينا باش نبينوا، ما نقولوش باش يبقى كلام عام، من أين اكتسبت هذه النظرية أهميتها، فضلا على ما ذكرت لك في أن العنوان كان متعلقا بمفهوم الحجاج. نوصل بعض الملاحظات في الصفحة ذاتها. تقول إن هذه النظرية تهتم بصفة عامة، لغتنا لغة فعلية، تهتم هذه النظرية كذا كذا. في صفحة رابعة: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل، لا 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 لا، هذه تمجها السليقة لا، نبتعد عن هذا، ليس من الأسلوب اللغوي العلمي، وقد أشار لك الزملاء في بعض الحالات تكتبين بلغة أدبية يا دنيا، تكتبين بلغة، وهنا أيضا أشاطرهم الرأي في، لأن اللغة العلمية لغة دقيقة يتطابق فيها الدال مع المدلول،
ولا ينزاح إلى معاني إضافية أخرى. اللغة الأدبية ينفلت الدال عن المدلول فتكون المتعة الجمالية. نحن بصدد حديثي وأطروح الدكتوراه تبحث وتتقصى في قضايا علمية ينبغي أن تكون الكلمة فيها أو المصطلحات دقيقة. بعض الأخطاء، وقد عد الباحثان في صفحة 11 الحجاجة عملية تفاعلية تقوم على ثلاث عناصر، ثلاثة العدد يخالف معدودة في صفحة 11، أن نذكرها بسرعة فقط حتى لا أطيل ولا أكرر ما ذكر الزملاء. في صفحة 12 أن المتلقي بصفة عامة ليس متلق واحد، على حذف الياء هنا منصوبة والفتح ما تتحذفش الياء في النصب، لذلك العرب تجنح إلى ما فيه النصب بخفتها، ليس متلقيا واحدا. في صفحة 15 وعلى هذا الأساس نجد بيرمان اللي هو من الذي أسس نظرية هذه النظرية يولي عناية واهتماما كبيرا، صفحة 15 بنتي يولي عناية واهتماما كبيرين. صفحة 18 هي الدرائك تعمل على الفصل بين عناصر، تقولين ولها مفهوما واحدا، ولها مفهوم واحد مبتدا مؤخر. في صفحة 22 مما يعني أن القيمة الحجازية لقول ما لا تكمل لست في بعضها تكون فصلة باش المعنى ما يتبدلش. صفحة 22 ضعي معلش نتجاوزوها بدي. صفحة 29 وتسند لكل قول دورا، تسند دورا محددا، انت تستعمل هنا مبني للمجهول ويكون نائب فاعل. نمشي. كثيرا ما يخلط العلماء والدارسون بين المثل والمثال ويعتبرهما. صفحة 78 انت تتحدثي عن الجمع وقلت يعتبرهما ويعتبرونهما ويعتبر صفحة 78 يخلط العلماء والدارسون ويعتبروا هما. أي أنت تحدثت عن العلماء، لماذا حدثت النون؟ صفحة 81 يمكننا القول أن هناك وجه، يمكن أن هناك وجه، وجه صحيح يعني. أن هناك وجه دائما عندما يتأخر الإنسان أو الخبر الطلبة ما يتبقوش، أن هناك وجها صحيحا وأغلب الدارسين قال هذا الأستاذ. في صفحة 121 في صفحة 121 تقولين في المتمعن، روحي صفحة 121، المتمعن في أمثال القرآن الكريم يجد تنوعا في طريقة عرضها، وطارة ماذا؟ بالتشبيه، وطارة بالتمثيل البسيط، وطارة بالتمثيل وأخرى بالعرض المفاجئ. لم تقدمي أمثلة. شخصية الباحث تظهر هنا يا دنيا. صفحة 121 يبدو لي 121 هكا ماشي مشكلة بنتي، عرضتي يا بنتي ومليح الباحث أن يحاول يقوم بالتحليل وتظهر الشخصية تاعه. وهذا الكلام يتأكد في صفحة 123، شخصية الباحثة أيضا غايبة هنا في صفحة 123، أربع أقوال ما اتصلتيش بيناتها، وهنا غايبة شخصية البحث. وهذه اللي تنقص شوية، اللي تنقص شوية حاول أنك تعرفي هذه منهجيا. وأكيد أن الأستاذ أشارت إليك في أننا ما نديروش أقوال هكذا مترابطة بهذا الشكل، كل نص نحاول باش نعلق له ونحلل ثم نربط هكذا في صفحة كاملة يعني حقيقة. نلمح من خلال الآيتين تمظهران سوريان متتابعان، نلمح من خلال
آيتين تمظهرين متتابعين في صفحة 172. مرجعلك خلاص لقيتيها الدنيا شكرا. الملخص انطلاقا انك كتبتيها 5 وصلة صحيحة في البداية، البداية في الملخص قدرتيها 5 قطع صحيحة في الملخص كاينة. شوفي في الملخص، لا كتبتيها في السابق كامل صحيحة، فقط في الملخص لقيتيها من الأول يبدو لي في الملخص على الأول. اقرأي الملخص. ملخص الرسالة، ملخص الملخص في الملخص في الملخص ما درتيش انت؟ لا هي احكي لي على كلمة انطلاق هي صحيحة برك، يعني قلت لك صحيحة كتبتيها هاي. معليش يا بنتي معليش، ماشي هاي مليح. معليش معليش، أعود إلى القول يا دنيا، أعود إلى القول. في الملخص دائما أو في الخاتمة في صفحة 257 عندما تحدثت عن نتائج أو عن نتائج هذه الدراسة، عندما تحدثت في هذا اذكرت أن نظرية الاحتجاج تعنى بدراسة مختلف الوسائل كذا، منين جاءك الحكم هذا؟ في صفحة 257 دائما ارتبط مصطلح الحجاج عبر مساره التاريخي. هذا ماهوش نتيجة دراسة عبر مساره بمجموعة مصطلحات أخرى لطالما التي في المهمة تحتاج إلى روابط أيضا هنا السياق. في ذات الصفحة يتوفر الخطاب الحجاج على ملامح وسمات تجعله ينفرد ويتميز عن غيره من الخطابات الأخرى. هل درتي مقارنة بين الخطاب الحجاجي والخطابات الأخرى؟ أنا أسألك. هي إحنا نوجه الطلبة بأن هذه النتائج تكون في الأصل هي بناء على الدراسة والتحليل. عندما تقومي أنك درستي الفرق بينها وبين الأخرى يكون عندك مسوغ. أيوة هذه دائما عند جميع الطلبة يبتعدوا عن التعميم في ذكر هذه النتائج. في صفحة 258 إذا ثلاث نتائج أخرين نتائج موفقة، وكان نتيجة الدراسة خاصة في بحث أو في الفصل الرابع اللي أشكرك جزيل الشكر خاصة في الجانب اللغوي والتداولي حقيقة. في صفحة 258 تقولي جاءت أغلب الأمثال القرآنية مادة مستوحاة من العالم الطبيعي. هل ذكرتي في المتن في يعني في الأطروحة يعني نماذج مذكور؟ مليح اي مليح هكا باش تكون بناء على ما ذكرتي، وهو من الامور قلتي التي يشاهدها ويدركها المتلقون. في صحيح وزيد صحيح وراها 259 ان تاثيرها كان قوي في المتلقين، كان قوي كتبتيها. المهم نعم، وإضافة إلى التركيب جاء اتجاه السلم الحجازي في المثل القرآني في أغلب الحالات بصورة تصاعدية، وذكرتي باللي جاء في صورة تنازلية، في صورة تصاعدية وجدته في صورة تنازلية أيضا ذكرتي نماذج في الدراسة هكا تكون النتيجة مليحة ما يقتضيه سياق المقال. الملخص إلى ذي بعض الجوانب الحجازية في مثل الانطلاق منها عموما. الأساتذة كانوا قد أشاروا لك العديد النقاط وقد ذكرت لك هذه الملاحظات التي أرجو من الطالب أن تعمل بهذه الملاحظات. وفي النهاية نقول بلي العمل في يعني كي نقيمه نلقى لوبته سليمة جدا. هذه هنات ينبغي العمل على تصويبها وتصحيحها. نشكرك على جهدك وأشكر الأستاذة الدكتورة المشرفة على تتبعها وعلى إشرافها على هذه المذكرة. يعني شكرا جزيلا. الآن كلمة للأستاذة المشرفة ربما لها كلمات تقول أو يعني تجيب عن بعض النقاط.
تفضل استاذ. شكرا سيدي الرئيس. في الحقيقة أن هذه المناقشة صبت في جوانب إيجابية جدا، وكما قال الأساتذة لا تنقص من العمل، لأن المجتهد ما يؤكد اجتهاده هو خطأه، أنه عمل وأخطأ وأصاب في بعض الجوانب. أشكر الأستاذة سوسي، في الحقيقة الطالبة الأستاذة المتميزة واللي استفادت كثيرا من البحوث العلمية أو من طريق بحثها العلمي في الماجستير والدكتوراه، وهي الآن تنتقل من الأخذ إلى العطاء، وملاحظات يعني جيدة، ملاحظات أدعو الطالبة إلى الأخذ بها. كما أشكر الأستاذ منصر، هذا الأستاذ الذي يدعونا إلى العمق، في الحقيقة أنا أعجب بآرائه، هو يتجاوز السطحية، أنا لاحظت في كثير من الأمور يتجاوز السطحية لأنه مقدور عليها، ويدعونا دائما إلى العمق، إلا أنني أختلف معه في وظيفة القرآن إذا صح التعبير. أنا أرى أن القرآن منهج حضاري بشكل عام، منهج حضاري جاء يدعونا إلى الحوار، الحوار ضد الإكراه وضد العنف. القرآن هو علمنا أن نتحاور، يعني حتى الكفار والمعاندين والذين ألحقوا الأذى بالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاورهم، كان يحاوره في شتى المجالات، لأنه هو أسلوب حضاري، أسلوب ما جاش يقتل، ما جاش يذبح، ما جاش يقصي، بالعكس المخطئ يأتي بالهداوة باللطف بالتي هي أحسن به. ولذلك أنا أدعو إلى العمق فعلا معه، ولكن لا نبعد القرآن عن هذه الخصيصة أنه منهج حضاري يدعونا إلى المحاورة بالحجة، المحاورة بالحجة. ولا الكاف، والله أنا حيرني فيها الكاف، أنا أعرفها الكاف للتشبيه وللتأكيد، والآن هو يدعونا إلى النظر مرة أخرى في وظيفة الكاف، سواء في القرآن أو حتى في كلامنا، لأنه دخلت كاف أخرى تاع الاعتبار باعتباري بصفتي، وقولوا كونه كذا أو كأنه كذا، الكاف دخيل علينا الآن، وإحنا عندنا كاف للتشبيه وللتوكيد وربما لدلالة أخرى أنا لا أعرفها الآن. بالنسبة لي البلاغة أو البلاغة حجاج والحجاج بلاغة، نعم يعني المعتزلة ترحلنا هذه القضية، حتى ذهبوا إلى أكثر من الحجاج، ذهبوا إلى المغالطة. العتابي وهو شاعر، العتابي شاعر يقول كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ، فإن أردت اللسان الذي يفوق كل خطيب فإن أردت اللسان الذي يفوق الألسنة ويفوق كل خطير، فإظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق، بتأثير من الفلسفة، بتأثير من المناظرة، دخلنا في متاهات جديدة. أنا أقنع ولو بالكذب، أنا أقنع ولو بالمغالطة، وهذه فكرة الحجاز المغالطي، كاين الحجاز المغالطي، لكن إحنا حجازنا حقيقي، حجازنا حجاز إيجابي. هذه النقطة. بالنسبة للأستاذ مؤمني، شكر الله، أشار إلى غياب الرابط المنهجي، صحيح أنه معظم الطلبة يغيبوا الروابط الحجازية سواء في بداية التمهيد أو في نهاية الفصل، وأنا دائما يعني أخذت هذه الكلمة من كتاب قرأته زمان، الأنبوشة، الأنبوشة هي الخلاصة لتعقب كل فصل،
وظيفتها الربط وإفادة القارئ. وظيفتها الربط وإفادة القارئ. هذه غايبة عند كثير من الطلبة المقلين، يعني الطالب الدكتوراه ما زال طالبا مقلا، لم يتمرس بعد على أسلوب البحث العلمي الدقيق. جملة أشار مملي إلى فكرة جميلة، هي الجملة أبلغ من الكلمة. نعرف يعني هذه كلمة، ونجد بن جنة يقول رب إشارة أبلغ من عبارة. يقصد الترابطات، تقصد ترابط الجملة، يعني المبنى الطويل أو النص طويل. نعم. لا ما يقصدش بها كلمة، ما يقصدش بها لفظة، يقصد بها عبارة. الكلمة هنا ليست كلمة لفظة، ليست لفظة، إنما هي نص صغير. نعم نص صغير. أعذب الشعر أكذبه. طبعا نقادنا الأوائل استفادوا كثيرا من الثقافة الجديدة في ذلك الوقت. ثقافة أرسطو انتشرت، وحازم لا يقر بهذا الشعر أكذبه، وقبله قدام ابن جعفر كان بالعكس يقول لك قدرة على التمثيل، القدرة على التخيل هنا تكمن القوة، يعني تجاوزوا الصدق. هذه مرحلة الصدق هي مرحلة من المراحل، لكن انتقلوا إلى مرحلة أخرى. وحازم رابط مفهوم الشعر بالحجاز. الشعر عنده هو ما يغير وما يجعل الآخر يذعر، وهو نفس تعريف الحجاز، راجعي ذلك. بالنسبة للعنوان هذا نسيت أشار إليه مجموعة من الأساتذة المشكورين، أن العنوان فعلا احترنا. في الأول درنا عنوان آخر ودرنا نماذج من الأمثلة، وبعد قلت لها أنا صراحة خليها مفتوحة بعد المناقشة ونضبطوا العنوان. هذا يعني من نصيحتي، قلت لها بعد المناقشة نضبطوا العنوان خليه مفتوح، وفعلا هو نقدر نديره مقاربة تداولية مثلا، نقدر نديره حتى هذه أشار إليها كثير. ضعف الإشكالية صحيح، نعم هذا أمر صحيح، يجب أن تنظر الطالبة مرة. الحشو أيضا موجود، لازم اللغة العلمية لغة دقيقة، يعني العرب يقولوا إجازة احنا نقولوا الدقة، لازم تكون دقة، ما فيهاش الاشتراك المعنوي. طول زائد، نعم خلو بعض التعريفات. دخول القصص هنا أنا لا أراه يعني ضرورة، ممكن طالبة تشير إليه إشارة تختلط المثل بالقصة ممكن، لكن أن ندخل كعنصر يبدو لي، أو باعتبار عنصر آخر يبدو لي تداخل الموضوعات، لأن أنت حددتي المثل وانتهى. طبعا هذا كله الأستاذ صالح الطواهري مشكور. نفس الشيء طبيعة الدراسة، سلامة اللغة. نعم أنا أدعوهم دائما إلى استخدام لغة سليمة إن لم تكن فصحى، إذا استطاعوا الفصحى، وفي بعضهم عندهم رقي، فيهم عندهم قدرة مثل الأستاذة طالبة بركاء، لغتها راقية جدا، يعني تجاوزت الضعف وتجاوزت مع دخول في بعض الطبيعة إعادة النظر في الإشكالية. القرآن حجاج بلاغي، نعم القرآن حجاج بلاغي ولغوي، الاثنين معا. النظر في الخاتمة، نعم هذا لهم حق. الشيلة الحجازية مع الأستاذ واكبة، درت لها دائرة ما عجبتنيش واكبة كلمة. ومع ذلك أنا يعني على الرغم من النقص الذي يعتري كل عمل، أخذ بيد الأساتذة وأؤكد على هذه النواقص، أن تنظر الطالبة مرة أخرى وكأنها تعيد ترميم النقص لإتمام العمل. وأشكرهم جميعا على هذا التشارك وعلى هذا المساعدة، على الرغم من مشاكلهم، على الرغم من أنهم في عشية العطل، وأشكرهم جميعا وأتمنى لهم المزيد من التطور، كما أدعو الطالبة إلى الأخذ بكل ما قيل والنظر والتأمل واستخلاص الزبد. والعرب تقول لا تعزم الحسناء ذأمة، مهما كانت جميلة
إلا وفيها لولا لازم تصلحها أو تخفيها أو منش عارفة مستعملتها. وشكرا للجميع على صبرهم. نعم. شكرا شكرا على هذه الإضاحات وعلى هذه الروح العلمية والخدمة. كلمة للمترشحات إذا كان لها ما تقول تفضل. شكرا. شكرا. الآن نستسمح الدعاء. احنا ما ننساه.